فات لسه متبقية علينا. ثالث مشكلة. تمام. طبعا احنا بنتدرج في اهميه التيومرز، يعني لما خدنا التيومرز قلت ايه؟ قلت لك يعني احفظ لباراجراف لا لون ستايلنج كورونيك سايتو تايت فيديو او تشينج اوف ذا كاركتر. لما نيجي للتيومرز اوف ذا نوز اهم سنه، لما نيجي للتيومرز اوف ذا ثروت اهم واهم، يعني التيومرز اوف ذا ثروت اهم حاجه في التيومرز. التيومرز اوف ذا نوز اند ساينس بالرغم ان انها جت بروبلم سولفنج قبل كده، بس كانت بروبلم سولفنج مشاكل من سنتين ثلاثه الحقيقه، والسؤال ده كان عليه مش عارف حاجة 20 درجة أو 30 درجة أقل من 12 وبتاع، فكانت مشاكل كبيرة جدا لأن العيال ما عرفوش الكيس في الحالة دي كل الدفعة تقريبا. تيومرز اوف ذا نوز اند ساينس، قسمها تيومرز اوف ذا نوز اند ساينس إلى بيناين ومالجنانت زي أي تيومر في الجسم، تمام؟ بس فيها دكتور حاجة اسمها لوكالي مالجنانت. يعني إيه دكتورة إسراء لوكالي مالجنانت؟ يعني ما بين البيناين وبين المالجنانت، بمعنى إن لها المالجنانت كرايتيريا هيستوباثولوجيكالي اللي هي البوليومورفيزم والهايبركروماتيزم و و و، وملهاش السبريد بتاع المالجنانت زي البيناين في السبريد، ده لوكال سبريد بس، ملهاش لمفاتيك ولا بلاد، تمام؟ شكرا. طيب ايه البيناين تيومرز؟ الاستيوما، الاستيوما هي ذا كومنست بيناين تيومر ان ارب بوبيوليشن، في الارب بوبيوليشن. طيب ده في النوز والساينسز. طب يا دكتورة أريج لو أنا قلت إيه الكومنست تيومر أول أوفر ذا بودي بيناين؟ هتقولي البابيلوما، سكوماس البابيلوما طالعة من الجلد. إذا لقيت النيفاس كتيومر، النيفاس هامرتوما، تمام؟ يبقى سكوماس البابيلوما هي الكومنست أول أوفر ذا بودي. تيجي للنوزو ساينسز يقول لك أستيوما في المنطقة العربية، تمام؟ هو كانوا زمان يقول لك في المنطقة العربية، دلوقتي بيقولوا في الميدل إيست بما فيها إسرائيل كمان. الكلام ده مش صح قوي. هي يمكن الكومنست في الايجيبشن لان معظم اللي عامل ريسيرش في المنطقه العربيه هم المصريين، فهي فعلا الفرنتال اوستيوما كومن، تمام؟ ولكن مش كومن لدرجه وانت ماشي تلاقيها. ليه؟ لانها ممكن تبقى سيمتوماتيك، انا ممكن يبقى عندي اوستيوما وانت ممكن يبقى عندك اوستيوما جوه الفرنتال ساينس من غير ما تعرف، لدرجه لما حسبوها اللي هو 1% من البشر اللي ماشيين في الشارع عندهم اوستيوما وما يعرفوش وبيعيشوا ويموتوا بيها من غير ما يعرفوا. ده هي ممكن تبقى ديسكفرد اكسيدنتال وانا بعمل اكس راي sometimes لما تكبر تدي سيمتوم. ده الاستيوما. البابيلوما، البابيلوما هي كانت الكومنست بس الاستيوما غطت عليها، يطلع بابيلوما من هنا اللي هي الورتس، فاكرين الورتس اللي بيلعب مع القطط واللي بيلعب، فبيجي الورتس هنا اللي هي هما البابيلوما فيروس. الهيمانجيوما نظرا لان النوز هايلي فاسكولار فيطلع من كابيلاريز هيمانجيوما وتنزل طبعا، تمام؟ امال ايه لوكالي مالجنانت بتاع السنه اللي فاتت؟ ازيك يا احمد؟ ازيك يا ابراهيم؟ اللوكالي مالجنانت يا ادمنتينوما اللي اسمها الثاني، مين الشاطر يعرف اسم الادمنتينوما الثاني؟ الادمنتينوما اسمها الثاني ايه؟ الجار اللي كان في الباثولوجي اللي كان في المانديبول في الانجل اوف ذا مانديبول كان محطوط في متحف الباثولوجي، فاكرينه؟ جار كده كان اسمه الادمنتينوما. تعرفوا الاسم الثاني للادمنتينوما يا سلمى؟ انيلو بلاستوما. انيلو بلاستوما ده لوكالي مالجنانت تيومر طالع من الانجل اوف ذا مانديبول. على فكره لما اقول النوز تيومرز اوف ذا نوز اند ساينس نقصد الفيشال سكيلتون كله حتى بما فيها المانديبول، تمام؟ يبقى الادمنتينوما بتطلع من الانجل اوف ذا مانديبول وده لوكالي مالجنانت تيومر، والاوستيوكلاستوما بتطلع من الماكزيلا بتاع السوبا بالابيرنس لو انتم فاكرين المنظر ده. المالجنانت تيومر لو انا قلت ايه هي المالجنانت تيومر؟ لما البابيلوما سكوماس البابيلوما تقلب كانسر تبقى سكوماس الكارسينوما، والكومنست كانسر في كل الهيدا دينك سكوماس الكارسينوما، ده الكومنست كانسر، تمام؟ في كل الهيدا دينك سكوماس الكارسينوما. دكتور في تيومر خدناه السنه اللي فاتت في الباثولوجي، انا اسف في كلمه تيومر، حاجه شبيهه بالتيومر مش تيومر، حاجه اسمها فايبروس بليزيا. يعني ايه ديسبليزيا؟ ايه ديسبليزيا يعني ايه؟ لا يعني ايه كلمه ديسبليزيا؟ يعني تيشو تحولت الى تيشو اخرى ديسبليست، تمام؟ يعني العظم اتحول لفايبرس تيشو، الاوستيو بلاست بقت فايبرو بلاست. طيب تخيل يا دكتور ابراهيم لما العظم اللي هو لازق في بعضيه علشان يبقى هارد، الاوستيو بلاست لازق في بعضيها اتفكت وبقت فايبرو بلاست، معايا؟ هينفش لان الفايبرس تيشو اطرى من الهارد بتاع البون، وبالتالي هينفش
فاذا تلاقي العظم ورم كده عمل سويلنج بدون ما يحصل فيه تيومر، لا ده الاوستيوبلاست حولت لفايبروبلاست تيشو بس فايبروبلاست وبالتالي كبر. فمشكله ده في الديسفيجرمنت اللي هي البون اتحول لفايبروبلاست تيشو، اتفك وتحول لفايبروس تيشو. علشان كده يا دكتورة ايه اسمها ايه؟ فايبروس ديسبليزيا. هل هو بناين او مالجنت تيومر؟ نو. ده تشينج. معايا؟ طيب ندخل في الموضوع. فرانتال اوستيوما او الاوستيوما، انا بغلط وبقول فرانتال لان ده الكومن ستايل. الاوستيوما قلناها نمبر 1 بدل ما نقول البابلوما، لان الاوستيوما هي الكومنست بناين تيومر في المنطقه دي، في المنطقه دي عندنا في المنطقه العربيه. The commonest benign tumor of the nose and the sinuses, ما ينفعش of the body, of the nose and the sinuses in our population. هو مين الشطورة فيكم اللي يفكرني ايه السايتس بتاع الميكوسين؟ فاكر الميكوسين؟ فرانتال او اثمويد او فرانتال اثمويد هما هما. واحدة بتبقى اكشن كراكلينج وبعد كده فلاكتوانت اللي هي الميكوسين، واحدة فيري هارد، والاثنين يطلعوا من نفس الاماكن. تمام؟ طبعا انت عندك فكره من السنه اللي فاتت ان الاوستيوما يا قريش يا ايفوري يا كانسيلاس اللي هي سبونجي. خدتوا الكلام ده قبل كده؟ الايفوري تطلع من كومباكت بون، من بون كومباكت زي الفرانتال، بينما الاثمويد العظم مخرم اثمويد ارسنس فيطلع منها الكانسيلاس. طيب يعني ايه يا دكتور ابراهيم فرانتو اثمويد؟ يعني طلعت من الفرانتال وضغط على الاثمويد، او طلعت من الاثمويد وضغط على الفرانتال، تسميها فرانتو اثمويد. هو الميوكوسين والاستروم. الايه؟ يعني ايه اللي جاب سيرة الميوكوسين والاستروم؟ نفس السايت. يطلع منه. لان الفرانتال كان الضغط الطويل يطلع منه الميوكوسين، والاثمويد الاوبننج سكوير. فهمت الكلام؟ فسبحان الله نفس السايت بالظبط. معايا؟ دي من كتر ما هي كومن تقابلك في حياتك، دي كانت اول عمليه ليا اعملها غير الليورز برايفت، تخيل. وجالي العيان وكنت شفتها قبل كده، ما كنتش شفتها تماما خالص. عيان عنده هيدك، عنده استيوما في سيمتوماتيك اهي، عنده استيوما في الفرانتال ساينس، ما عملتهاش خالص. رحت اعملها في مشرحه الباثولوجي على جوس الفريش، ما لقيتش جوسس في اليوم ده، وكنت مدي معدل عمليه العيان في الماء ورحت عملتها. الحقيقه لسه محتفظ بقى بفورمالين الى الان يعني. ايه؟ الحمد لله. الحمد لله اه. كان ممكن تضرب السيفير اوبليك. السيفير اوبليك طالعه من هنا معايا بتاع الرمض. فاكرينها السيفير اوبليك؟ اه. كلينيكال بيكشر. انا قلت يا ابراهيم ايه؟ البي بي اسيمتوماتيك من هي من كتر ما هي كومن. حته النصب عند الدكاتره. عيان بيعمل سي تي لاي سبب إن كان على الهيدا الدنك. طلع عنده استيومه في الفرانتال ساينس. تقول له اعمل لك عمليه؟ لا. الا لو كانت سيمتوماتيك، لو كانت كبيره انف، لان معظم الحالات اسيمتوماتيك لانها سمول وممكن يعيش طول عمره وما تكبرش. معايا؟ طيب دكتور لو كبرت تعمل ايه؟ طبعا هتضغط على جوه، خلي بالك انت عندك حاجه بره هي الوش تعمل شكل وحش، وعندك حاجه جوه الانر تيبل بتاع الفرانتال ساينس تعمل بريشر على المخ وبالتالي هيدك. يعني انا لو رسمت الفرانتال ساينس اهو والجزء اهي والبق اهو، الفرانتال ساينس اهو. تمام؟ هنا لو السويلنج قد كده هيعمل ديسفيجرمنت. لو قد كده هيضغط على المخ يبقى فيش البين اند هيدك. معايا؟ يبقى اذا لما يضغط على جوه فيش البين اند هيدك. من بره سويلنج. طب لو زق العين يبقى اسمها؟ بروبتوزيس. طب قول لي الدايركشن بتاع البروبتوزيس لغايه ما ناخده. لو فرانتال يزق العين فين؟ لاترال. لو اثمويدال لاترال. تمام كده؟ السويلنج ده هارد ولا فلاكتوانت زي الميكوسين؟ هارد. خلاص انت قلت كده الاكزامينشن. تمام؟ هارد بون سويلنج فين يا دكتور؟ عند الانر كانثس لو هو اثمويدال، ابوف ذا ميديا هاف اوف ذا اي لو هو فرانتال. تمام؟ هو كومن ايدي في الجنكشن ما بين الاثنين، لان الجنكشن ما بين الفرانتال والاثمويد هو جنكشن ما بين الكومباكت والكانسيلاس، واي جنكشن الاكتيفيتي بتاعته عاليه زي ما قلنا قبل كده. تمام؟ طيب يزق العين فين؟ قلت لك يا اما لاترال يا اما داون وورد اند لاترال على حسب نوع الاستيوما. يعني لما تعمل اكس راي، دي اكس راي، دي سي تي. السي تي بتبان احسن، الدلينيشن بيبقى افضل. تمام؟ دي اكس راي بانت بوني سويلنج اهو عظم. تمام؟ فرانتو اثمويد او مين فرانتال يعني. هنا فرانتال بس. معايا؟ يبقى اكس راي بتشخصها، ريديو اوبيك ماس.
بس ما حدش بيعمل اكس راي يا دكتور، كلنا بنعمل سي تي. اهم اثنين انفستيجيشن في اي تيومر ايه؟ فاكر الايه؟ بايوبسي. سي تي وبايوبسي. ينفع تاخد بايوبسي من استيوما؟ ده هارد. يبقى ما ينفعش تاخد بايوبسي. شطوره يا امجد. يبقى اذا هنلغي كلمه بايوبسي، لان بايوبسي معناها ايه؟ بايوبسي معناها تفتح وتشيل. طب ما انت تشيله، ما هي سيرجيكال. تمام؟ امال يعني هتفتح العين تاخد منها بايوبسي تحللها وبعد اسبوع تقول له ارجع لك تاني؟ لا. اذا سي تي، لما نذكر كلمه سي تي بتذكر ثلاث كلمات في اي تيومر، حد فاكرهم؟ بتبين لك السايز اهو بالظبط، السايز كان في كام؟ والاكستنشن رايحه المخ رايحه الاوربت وهكذا، سايز سايز اكستنشن. ولو هي كانسر كنت زودت كلمه ليمف نود. ليمف نود بيبان في السي تي لو واخد سابها بتصب والسوفت تيشو معايا؟ يعني السي تي بيبان العظم، لو خد صبغه تبين كمان السوفت تيشو لان السوفت تيشو هتتصبغ معايا. يبقى اذا هنا مش مالجنت وبالتالي ما كتبتش بيبين في الليمف نود ولا لا. يبقى سايد سايز اكستنشن. التريتمنت سيرجيكال اكسشن سيرجيكال ريموفال. ان سيمتوماتيك كيسز اتعلمت تحتها لان مش كل الحالات سيمتوماتيك. تمام؟ سبحان الله قلبنا الايه في السيرجيكال تريتمنت. قلنا اكسترنال فرونتو اثمويدكتوم الاول، فاكر الاكسترنال فرونتو اثمويدكتوم؟ شفنا الصوره، بفتح تحت الفرونتال والاثمويد. تمام؟ واروح شايل وقافل تاني. قلت اكسترنال الاول وبعد كده اندوسكوبيك. في كل الحالات كنت بقول اندوسكوبيك الاول عشان السكار ما يبانش، لكن دي قلت اكسترنال الاول. ليه؟ لان الاندوسكوب صعب يشيلها لانها هارد، يعني انت هتشيلها وان ماس. الميوكوسيل كان سائل، اللي مش عارف لو بناين تيومر سوفت تيشو هتقطعه حته حته، دي مش هتقطعها وبالتالي انت محتاج تفتح من بره. معايا؟ معظم دكاتره الاي ان تي بيحاولوا يجيبوها بالمنظار الاول، يقول لك عشان السكار وبتاع، بعد ما يقعد ينخور بالمنظار يفشل وبعد كده يفتح. يبقى اندوسكوبك ساينس اندوسكوبك ساينس سيرجري ميبي ترايد، ولكن الاصل في الموضوع اكسترنال فرونتو اثمويدكتوم. معايا دكتور قريشي؟ تمام. ده كان موضوع الاستيوما اللي هي الكومنست بناين تيومر ان ارب بوبيليشن. وفي ناس بيشكوا دلوقتي في حكايه الكومنست بناين تيومر اصلا، يعني في ناس بيقول لك الريسيرشر اللي هم في الخمسينات والكلام ده كانوا صدفت معاهم ان جالهم استيوما كتير. معايا؟ طيب دي استيوما اهي، شايفها؟ دي فين؟ اثمويد ولا فرانتال ولا منزلري؟ اثمويد اهي، الاوربت اهي، واللي من البابريش اهي، اهي الاستيوما بتبقى عضو. ايه؟ ده السنان وده النوز. سنان اهي معايا اهي، اختفت او يعني شبه ما هي السيتي عباره عن كده اهي. انا مش شايفاها. في وقت جالي مره بطلقه، بس مش طلقه 9 مللي والكلام ده، طلقه صغيره معرفش ايه ده، طلقه رصاص، كان في حاجات غريبه ايام الثوره برصاصه هنا في نفس المكان ده بالظبط، ما شلناهاش سبناها عادي يعني ولا حاجه. بتبقى الطلقه بتبقى ستيرايل وهي طالعه من السلاح من الحراره، فممكن تتساب مفيش مشاكل يعني. البابلوما بقى يا دكتور، مفيش بشاور يا فاروق، عم فاروق هات بشاور. لا 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 مش مشكله، هو دي خساره بيني وبينك بقى كلمتين. دكتوره قريش، الاسكوماس البابلوما. طبعا البابلوما اهي طالعه من النوز اهي. تمام؟ اتفضل يا دكتور. شكرا يا دكتور. البابلوما دي بتطلع من السكين اوف ذا فيسكيفيول زي ما قلت لك، لو عندك خدامه فلبينيه او ماليزيه بتلاقيها اللي بتربي الحيوانات في البيت والحاجات دي، فتلاقي طلع لها بابلوما من هنا، طلع لها بابلوما هنا، بابلوما هنا، بابلوما في ايديها. تيجي تسلم على واحد صاحبك سام تايمز تلاقي عنده البابلوما دي، بتسموها الوورتس او زي ما قالوا لكم في الباثولوجي نفره الحمار حاجه كده. فده هيومن بابلوما فيروس بيبقى شكلها عامل كده، وهناخدها تاني في اللي هي. تمام؟ سؤال يا رب حياتي،
يقال انها تنتقل من الحيوانات للبني ادمين، معين اسمه هيومن بابلوم فيروس، يعني الفيروس بيبقى عايش معايا. طيب انا كان عندي واحد قريب طلع له بابلوما من ودانه، بقول له عامل لك حاجه، قال لي خلاص لما تكبر نبقى دي اسمه مثل بابلوما. طبعا لما تطلع في النوز بتطلع من السكين وفي الفيستيبيول، لان البابلوما تطلع السكوماس البابلوما تطلع من السكين سكويماس، تمام؟ فتطلع من السكين وفي الفيستيبيول. لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر بيبتلي يونيلاترال، بيبتلي يونيلاترال اي تيومر، يونيلاترالتي ده صنف تيومر، فهتعمل يونيلاترال نيزل اوبستراكشن. الاوبستراكشن لما يطول هيعمل يونيلاترال نيزل ديستشارج، تمام؟ ما بتكذبش ولا حاجه، ده عباره عن وورد الا لو هو عورها بقى، وده تعوره جامده يعني. الساينز يونيلاترال نيزل ماس طلع من السكين وفي الفيستيبيول، تمام؟ التريتمنت اكسيشن، بس اعمل حسابك وانت بتعمل اكسيشن. الورد اهو او البابلوما هنا. لو انت شلتها من هنا هتطلع تاني، هتزرع تاني. معايا؟ يبقى لازم تعملها من البيز بتاعتها، تمام؟ وتعمل كوترايزيشن للبيز، يا ليزر يا كوترايزيشن. ليزر بيحرق او كتلي كايم، بحيث انك تموت السيلز اللي هنا. تمام؟ يبقى اذا اكسيشن ايذر سيرجيكال اور ليزر، لو سيرجيكال كوترايزيشن اوف بيز. كوترايزيشن اوف بيز، تمام؟ يعني هتقول سيرجيكال وكوترايزيشن اوف بيز اور ليزر. الليزر كده ولا كده بيحرق. نيجي بقى لاهم تيومر في النوزو والساينسز. انفيرتد بابلوما. هو تيومر قصير لكن مهم. انفيرتد بابلوما. اسمه الثاني ترانزيشنال سيل بابلوما. ايه ترانزيشنال سيل؟ بتاع البلادر بالظبط. ليه سموها ترانزيشنال؟ لانها ترانزيشن بين سكويماس وكولومينار. سكويماس وكولومينار مش كده؟ ما بين الجي اي تي وما بين الريسبيراتوري، فسموها ترانزيشنال. كذلك دي كمان شنايدريان بابلوما. مين شنايدريان ده؟ ده واحد الماني هو اللي اكتشفها وقال انها طالعه من شنايدريان اريا. طب تعالوا مع بعض نتخيل، ده اسمه النوز ابراهيم. النوز من تحت خالص اسمه فيستيبيول. الفيستيبيول ده لايند بايه؟ سكين، اللي هو ايه؟ ستراتيفايد سكويماس ابيثيليال. فده ستراتيفايد سكويماس ابيثيليال، تمام؟ نيجي بعد كده يبتدي ريسبيراتوري ميكوزا، ريسبيراتوري ابيثيليال اللي هي سيرو ستراتيفايد كولومينار سيليتد ابيثيليوم وسكوبلت سيلز اند سيروبيوسوس جلاندز. في اللاترال وول، ده لاترال وول ناحيه المجزله، وده ميديال وول اللي هي السيبتم. معظم التيومرز بتاع النوز تطلع لاترال وول. ليه؟ الله اعلم. السيبتم ده علشان يطلع منه تيومر فيري رير، تمام؟ وان كان ممكن بس فيري رير. فكل تيومرز تطلع من لاترال وول. الحته جانكشنال اريا بتوين سكويماس سيل بابلوما و ريسبيراتوري ميكوزا اللي هي كولومينار هيبقى ترانزيشنال ابيثيليوم، اللي هي باتش بين الاثنين، يبقى ترانزيشن. ما هي دي ترانزيشنال اريا، تمام؟ شنايدريان هو اللي اكتشفها. شنايدريان اكتشف الاريا دي، لقى لونها مختلف عن ده وده، فسماها شنايدريان ممبرين. يبقى هي الشنايدريان ممبرين هي الاريا اوف كونتاكت بتوين سكين او ترانزيشن ما بين السكين ستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم وريسبيراتوري ابيثيليوم، تمام؟ يبقى اسمها ترانزيشنال اريا او شنايدريان اريا. دي اللي بيطلع منها التيومر، يبقى في اللاترال وول اوف ذا نوز على شنايدريان اريا. طيب هي ليه سموها انفيرتد يا دكتور؟ ده اسم غريب قوي. كل التيومرز تطلع كده، السيرفس اهو، فالتيومرز تطلع كده الا الانفيرتد بابلوما تطلع العكس. ازاي؟ بص يا دكتور، لو انت فكرت بمخك، تمام كده؟ لو انت فكرت بمخك، السكوما السيلبا باللومه العاديه لما تطلع هتملى النيزل كافيتي، تطلع من هنا مثلا وتملى هنا. لا، دي بقى العكس، بيحصل لها انفيرجن. بدل ما الجروث اكتر يبقى في الكافيتي بتاع النوز، بيبقى ديب في العظم. انفيرجن، الجروث بتاع السيلز نازل لتحت. تخيل طلعت بابلومه هنا والجروث طالع بيغزو العظم جوه،
هيبان في سويلنج ولكن الجروث ريت تورتس ديب. طيب فاهمه حاجه يا ايه؟ طيب يبقى اذا ده عباره عن انفيرتد بابلوما. يبقى فهمنا منين جت انفيرتد. استنى عليا بس، انت قلت كلمه دلوقتي، طالما هي انفيرتد يبقى داخله انفيرجن في العظم. لما تيجي تشيلها ما ينفعش تشيل الجزء اللي في النيزل كافيتي بس، ده الجزء الاكبر جوه العظم، لازم تشيل العظم والا ترجع تاني. معايا؟ اي نعم هي بيناين ولكن اجريسيف. اجريسيف ليه؟ لان بتعمل انفيرجن جوه البوق. معايا؟ يبقى بيناين تيومر بات لوكالي ديستراكتيف، بتستروي العظم. لوكالي ديستراكتيف، لوكالي ديستراكتيف ليه؟ انفيرجن. تمام؟ يعني لوكالي ديستراكتيف مش هي لوكالي مالجنت؟ لا بص بقى، في احد الناس بيسال السؤال ده في الشفوي، كنت هقولها لك دلوقتي بس انت استعجلت. هي بيناين يا ابني ولا لوكالي مالجنت؟ اتيز ا بيناين تيومر. اللي بيسال السؤال ده لما يبقى اصلع قوي كده بنضاره ويقعد يقول لك هي بيناين ولا لوكالي مالجنت؟ قول له لوكالي مالجنت. هو حافظها على انها لوكالي مالجنت. اتيز نوت ا لوكالي مالجنت، لكن انت هتقولي له كده. اتيز ا بيناين ولكن لوكالي ديستراكتيف. اي حد يسالك غير ده، لا اتيز ا بيناين ولكن لوكالي ديستراكتيف. طب هي لها تصنيفه ثانيه؟ عايزك تقول له اتيز ان انترميديت تيومر. انترميديت. انترميديت بين ايه وايه؟ بين البيناين، بين البيناين والمالجنت. تمام؟ ايه هي الانترميديت تيومر؟ الانترميديت تيومر هي الانفيرتد بابلوما واللوكالي مالجنت اللي هي الادمنتينوما والاوستيوكلاستوما، كلهم بيسموهم انترميديت تيومر. دي تقسيمه قديمه قوي. معايا؟ الانفيرتد بابلوما ده عباره عن سكوما سيل بابلوما بس حصل انفيرجن فسموها انفيرتد بابلوما، عشان كده قلت لك ده اهم تيومر في النوز. يعني طب يا دكتور، يعني هي السنس مش بتشوف كرايتيريا اوف مالجنت؟ لا بيناين. بيناين. هنا مش لوكالي مالجنت. نعم نعم. طب وهي اما يعني انفيت في العظم، يعني بتدخل جوه العظم بتعمل ديستراكشن بريشر نيكروزس. معايا؟ زي لكن ممكن تتحول لمالجنت؟ تتحول لمالجنت. بالذات لو انت شلتها انكمبليت فعملت لها اريتيشن، فالجزء المتبقي ممكن يتحول. اقرا اخر حاجه في البروجنوزس، مالجنان ترانسفورميشن من 5 ل 10% من الحالات. دكتور هو الفقير اللي كانت شبهها لا 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 ما كانش شبهها خالص. وهايلي فاسكولار وحاجات ثانيه، ما قلتش الكلام ده. تمام؟ طيب ايه الصلاه؟ الم؟ اديله قلم يا جماعه. دكتور هي عادة عمليات الجلوماس تيومر بتفشل يعني؟ ليه؟ بتنجح؟ مين اللي طبعا، مين اللي قال؟ بالعكس، بالعكس تماما. بس شغل التيومرز عامة شغل مقرف يعني، محبط، ديبريسيف، ان انت هتنجحي بس ممكن يطلع بكرينال نيرف باراليسيس بتاع، لان ده تيومر ميبي اند مينوت على حسب حجم التيومر. يبقى يدي ده بيناين تيومر بات لوكالي ديستراكتيف. لوكالي ديستراكتيف. تمام؟ انت فهمت ليه دلوقتي يا صلاح لوكالي ديستراكتيف؟ لان حصل له ديبنينج. طيب السايت بتاعه طالع، انت قلت لي من لاترال لوفلانوس، من حته اسمها ايه يا ايه؟ شنايديريان ميمبرين، اللي هي عباره عن ايه؟ ترانزيشنال اريا ما بين ستريكفايس كومرز بسيليم وسباراكري ابيثيليوم. تمام؟ لغايه دلوقتي حد عايز مني حاجه؟ كلينيكال بيكشر، احنا قلنا يونيلاتراليتي ذا ساين اوف تيومر. ما فيش تيومر يجي بايلاترال، صعب جدا. ما هو يا دكتور جاد قليل البخت يلاقي عظمه في الكرشه يعني، لكن صعب قوي يجي لك عيان بايلاترال تيومر. يبقى هي يونيلاترال. يونيلاترال ليزر اوبستراكشن، ما فيش اوبستراكشن من غير ديستشارج سام تايمز ايبستاكسس. ما قلتش على طول ايبستاكسس لان عملت ديستراكشن للعظم. تمام؟ فسام تايمز ايبستاكسس، لكن هو مش فاسكولار تيومر، هو مش جلوماس، مش منجوم علشان ينزف. ف sometimes it stasis. الساينز لما تيجي تكشف عليه يونيلاترال ليزال ماس. ده مشخص نفسه على فكره. بالذات لو عملت له سي تي ولقيت يونيلاترال ليزال ماس وعليك الصور بتاعه في السي تي في الامتحان بتاع السلايدز. ال ازاي الفرق بين السكوماس بالبايوبسي. بالبايوبسي وبعدين
طالما تيومر طلع من النوز من اللاترال وول يبقى انفكتد بابلوما، الا لو عامل داخل على الاوربت وي 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 يبقى كانسر معايا، لان السكوماس البابلوما العاديه تيجي هنا ما تجيش جوه في الجنكشن. يعني تيومر زي ده، امجد كويس ان سالني السؤال ده، التيومر زي ده انت ليه قلت عليه انفكتد بابلوما؟ غالبا على فكره كله موست بروبلي، يعني انا ما اعرفش مش متاكد 100% بس موست بروبلي ان يعني 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 انفكتد بابلوما. طب ليه ما قلتش انتروكوينال بولن؟ لان الانترام سليم. طب ليه ما قلتيش ساينوسايتس؟ ساينوس سليم. ما هو الانتروكوينال بولن تطلع من هنا. طب هل ينفع ده انتروكوينال بولن؟ ليه؟ هو ده هو ده؟ ده تيومر وسد الاوبننج بتاع الساينس عمل ساينوسايتس. فاهم الكلام؟ لو دي هي دي كنت سميتها انتروكوينال بولن. اه مرنين مختلفين اهو، انت مش شايفاهم؟ ليه؟ دكتورة آلاء شايفة الصورة دي؟ هل الماس دي هي دي؟ الأوباستي دي هي دي؟ دنسيتي مختلفة. يبقى ده غير ده، يبقى ده تيومر دنسيتي أتقل. سد وعمل ساينوسايتس. مش كده؟ ده الطبيعي، لكن لو ده هو ده يبقى أنتروكوينال بوليب. يبقى إذا برضه هنقول أهم اتنين انفستيجيشن قلت لي إيه أمجد في أي تيومر؟ سي تو بايوبسي، تي هتبين لك السايت سايز اكستنشن، وبايوبسي. بايوبسي ليه؟ لان كون ان يتحول لمالجنت تبقى 5 ل 10% من الحالات، تمام؟ يبقى لازم اخد بايوبسي. ريكرنس كومن ليه؟ لان اللي بيدخل يشيل بيشيل الجزء ده، لا انت لازم تشيل عظم. العظم بتاع اللاترال وول اوف ذا نوز بيمثل ايه الماكزيلا؟ الميديا لول. يبقى العمليه اسمها ايه؟ ميديا الماكزيليكتومي. ايه ده؟ بتشيل ميديا لول اوف ماكزيلا؟ طبعا بتشيل ميديا لول اوف ماكزيلا ده كله. ميديا الماكزيليكتومي. طب تشيل ده مش كانسر يا دكتور، بس لازم يتشال ميديا لول اوف ماكزيلا لان التيومر داخل جوه العظم. الميديا لول اوف ماكزيلا هي اللاترال لول اوف دانوز. طب تدخل لها ازاي علشان تشيلها؟ تفتح من عند الانر كانفاس لغايه الايلا اوف دانوز. طب اسم الابروتش ده ايه او المدخل ده ايه؟ لاترال راينو اوتومي. شاب. لاترال راينو اوتومي. يبقى الفتح اسمه ايه؟ لاترال راينوتومي. لاترال راينوتومي. والعمليه اسمها ايه؟ ميديا الماكزيليكتومي. حد فاهم حاجه؟ قريش؟ ليه عمل كده؟ بيسموها لاترال راينوتومي ولا ايه؟ لا ده انسيجن. ال ال الانسيجن بتاعك اسمه لاترال راينوتومي. وهنسميه باسم عالم كمان شويه. ده المدخل بتاعك. ده اسم السكين انسيجن. لكن وانت داخله بتشيلي ماس وتشيل العظم بتاعها، انت شلت الميديا لوف ماكزيلا. وصل؟ هيفتح على النوز. كده مش هيبقى معرض لسانتاز. لا معرض لاتروفيك تشينجز. لان الكافيتي وسع. ماشي؟ ده تيومر. ككومبليكيشن اكسبتابل. انت فاهم؟ يبقى اذا الفتح اسمه لاترال راينوتومي. النوز اهي. والساينس اهو. هفتح هنا، ده طبعا البوق. هفتح هنا لاترال للنوز. الفتح اسمه ايه؟ لاترال راينوتومي. اروح باعد السكين والبريوستيوم واروح داخل بالازميل والشاكوش بتاعي شايل ميديا لول اوف ماكزيلا بالتيومر بتاعها. يبقى ميديا ماكزيليكتومي العمليه. فراح جاي واحد مصري معانا في الاسم سنه 95 وراح مخترع عليه السلام. اول مره تتعمل وكان الناس معارضينه وبقت دلوقتي هي الستاندرد. يدخل بالمنظار من النوز بدل ما يفتح من بره ويشيل كل ده في سمين حته حته. يبقى اندوسكوبيك ميديا الماكسيليكتومي. يبقى ميديا الماكسيليكتومي وذ كومبليت اكسجن ريسنت بتتعمل بالاندوسكوب واتكتبت باسمه اندوسكوبيك ميديا الماكسيليكتومي. لكن لو عملتها من بره مش غلط، ده الستاندرد. بس ليه ما انت عندك المنظار دلوقتي والتكنولوجي بقى عالي تروح عاملها بالمنظار من جوه، بس هتشيل برضه ميديا لول اوف ماكزيلا. هي ميديا ماكزيليكتوم بس الفرق السكار. السكار ده ديسفيجرمنت رهيب وده بناين تيومر معايا. البروجنوزس ريكارنس كومن لانك ممكن تسيب السيلز جوه ديب، تمام؟ يبقى ريكارنس كومن. ولعلمك لو انت سبت سيلز الريكارنس هيبقى كانسر لانك عملت له اريتيشن.
لان البروجنوزس المالجنال ترانسفورميشن 5-10% من الحالات. اقراوا لي الانفكتد بابيلوما بسرعه. دكتور اشمعنى هي مكسره؟ ايه؟ ما هي علشان اطلع من اللاترال لور اوف ذا نوز اللي هي الميديال لور اوف ماكسيلا. فهمتني؟ هي ما تطلعش غير من المكان ده. حديثا السنه اللي فاتت اكتشفوا ان حاجه في حاجه اسمها فرونتال انفكتد بابيلوما. انت فاهم؟ يعني حد اكتشفها كده كيس ريبورت كمان مش يعني حاله يعني. علشان عامله ديستراكشن فممكن البلاد فيسل تبقى ديسترويد يعني. والعيال نف نفه بتاع فهي جدا. يبقى دي كانت قصه الانفيرتد بابيلوما، هي بيناين ولكن لوكال ديستراكتيف، طالعه من اللاترال لور اوف دانوس، طالعه من شنايدريال ممبرين او ترانزيشنال اريا. الهيمانجوما بقى طبعا يخيل اليك ان الهيمانجوما نوت رير، ما فيش حاجه اسمها كومن في التيومرز، هي نوت رير. ليه؟ لان النوز هايلي فاسكولار، طالما هايلي فاسكولار يعني في كابيلاز وبلاد فيسل يطلع منه همرطومة اللي هي اسمها هيمانجوما. الهيمانجوما يا اما كابيلاري، هنقولها بسرعه، يا اما كابيلاري، كابيلاري يعني الفاسكولار سبيسز صغيره، يا اما كافيرنس كبيره قوي، يا مالتيبل هيموراجيك تلانجكتيزيا. ايه المالتيبل هيموراجيك تلانجكتيزيا؟ يعني مالتيبل كتير، هيموراجيك بتنزف تيلي من تلسكوب او تليفون بعيد، تتكلم واحد بعيد تليفون معايا، تيلي يعني هيمانجوما هنا، هيمانجوما هنا، هيمانجوما هنا، هيمانجوما هنا، هيمانجوما هنا، بعاد عن بعض. تيلينجكتيزيا انج اللي هي بلاد فيسل، اكتيزيا اللي هي ستيزيس دم واقف معايا، مالتيبل هيموراجيك تيلينجكتيزيا. خلاص؟ فواحد عنده مالتيبل هيمانجيوماتا ان ديفرنت اريز اوف ذا بودي سميناها مالتيبل هيموراجيك تيلينجكتيزيا. طبعا هو ايه الفرق بين البلاد فيسل او الفاسكولار وول والهيمانجيوما وول؟ ايوه، ما فيش في ماسكلوزا وبالتالي ما فيش ريتراكتابيلتي، لو اتعور ينزف كتير. يعني ده عباره عن انتما وادفانتيشيا بس. البلاد فيسل انتما وادفانتيشيا ومسكلوزا ففي ريتراكتابيلتي. علشان الكلام ده هناخده بعد كده في الثروت. مفيش مسكلوزا في الهيمانجوما. البلاد فيسل عاديه فيها مصل. تمام؟ تريتمنت اكسجن يا سيرجيكال يا ليزر، تفضل ايه سيرجري ولا ليزر؟ ليزر. علشان بيحرق بيكوي معايا. الهيمانجوما بتبقى بينكش ان كلر، بينكش. يفضل ليزر. الادامانتينوما مش عايز عك كتير فيها يعني وما تحزقش قوي وانت بتقراها، ولكن تعرف الولد ده جاي لي بادامانتينوما او اميلو بلاستوما على الانجل اوف ذا ماندبل. تمام؟ يبقى الادامانتينوما ده عباره عن جار السنه اللي فاتت في متحف الباثولوجي كان في ماندبل وعلى الانجل بتاعه كان في عباره عن حفره كده ومالتيبل سيست جواها مع براونش فلويد. هي دي الادامانتينوما. اسمها الثاني اميلو بلاستوما. هي يعني ايه اودونتومز؟ كلمه اودونتومز يعني سنان. اودونتومز اللي هي السنان. فهي طالعه من بقايا السنان. ريزيدز اوف دينتا اللامنا. كان في زمان يا احمد عندنا دينتا اللامنا فوق ودينتا اللامنا تحت. الدينتا اللامنا اللي فوق تنزل السنان اللي فوق، الدينتا اللامنا اللي تحت تطلع السنان اللي تحت، بعد كده الدينتا اللامنا تختفي. طلعت السنان واختفت. لا، فضلت موجوده، فضل بقايا منها موجوده عند جدر السنه. ريزيدز بقايا. تمام؟ راحت عامله فورم بودي وتيومر. خلاص؟ يعني هي جايه من ريزيدز اوف دينتا اللامنا. يعني هي يا دكتور كومان في الماندبل عن الماكزيلا؟ اه، على الانجل اوف ذا ماندبل. ليه؟ الله اعلم، محدش عارف. تمام؟ ليه كومان على الانجل اوف ذا ماندبل؟ وعلى فكره هي مور كومان في الفيميلز شويه سنه عن المينز. كلينيكال بيكشر الفها. افتكر الواد ده عنده سويلنج هنا. السويلنج ده عباره عن ايه؟ هل هو عظم ولا سوفت تيشو؟ عظم. سوفت تيشو. دي انت اللامنا. دي انت اللامنا سوفت تيشو.
بس هيطلع منها بعد كده السنان. الدنتا لامينا ده عباره عن فايبرس تيشو معايا. فالعظم بقى فيه سيست مالتيبل سيست، ما هو افتكر شهر السنه اللي فاتت بقى فيه حفره كده ومالتيبل سيست مالتيبل سيست مالتيبل سيست، انت فاهم؟ وبالتالي عمال يكبر فهيزنق النيرفز، يجي له وجع في وشه، عمال يكبر هيعمل له سويلنج، عمال يكبر وسيست تحت السنان، السنان تقع، يجي له باثولوجيكال فراكشر. يعني ايه باثولوجيكال فراكشر؟ فراكشر without or with minimal trauma. هقول لك تاني الكلمه اللي قلتها قبل كده، واحده قاعده في الحمام او قاعده على كرسي ومره واحده جت تقف، حصل لها فراكشر ميكو فيمر، ست عجوزه. ايه ده؟ معقول ده محدش خبطها، ده مجرد بتقف، مينيمال تروما يعني، كلام فارغ. يبقى الست دي عندها ميتاستاسيز في الفيمر، عشان كده الميكو فيمر اتكسرت. مثلا واحد بيشيل حاجه خفيفه قوي او بيحرك ايده فراكشر في حته في الهيومرس، يبقى عنده ميتاستاسيز في الهيومرس، ده اسمه باثولوجيكال فراكشر. فراكشر مع مينيمال تروما. يعني مثلا جاي يفتح المندبول بتاعه، المندبول اتكسر. مش عارف بيعمل حاجه، المندبول اتكسر. دي اسمها باثولوجيكال فراكشر. معايا؟ يبقى اذا فيشيال بين اند سويلنج، وجع في وشه وانتفاخ ورمان. لوزنج للتيث، السنان تقع لان خلاص ما عادش تحتها سبورت. تمام؟ باثولوجيكال فراكشر اوف ذا ماندبول. باثولوجيكال فراكشر اوف ذا ماندبول. اللي هي فراكشر مع مينيمال تروما. لان البون بقى جواه مالتيبل سيست. الساينس لما اجي اكشف عليه الاقي سويلنج، لما احط ايدي عليه يحصل ايه؟ يتكسر تحت ايدي زي قشر البيض، مش بقى سيست، اكشيل كراكلينج سنسيشن. الكلمه دي اتقالت فين قبل كده؟ اللي عمل ثيننج اوت للبون الميدوسين كان اكشيل كراكلينج سنسيشن. تمام؟ ما هو نفس الكلام، سيست وسيست، بقى مع الاختلاف ان ده تيومر وده خطر. تمام؟ ولوكالي مالجنت تيومر. الانفستيجيشن اهم اثنين انفستيجيشن يا امجد، زي ما انت قلت سي تي وبايوبسي. سي تي بتبين مالتيبل سيست، طبعا هتقول السايت والسايز والاكستنشن، عرفت انها ادمنتروما من مالتيبل سيست او شكيت انها ادمنتروما. اللي اكد لك انها ادمنتروما او اميلوبلاستوما البايوبسي. تريتمنت بتاع السيرجيكال اكستنشن بتيجي على العيان تكسر من هنا ومن هنا وتشيل الجزء ده من المالتيبل وتجيب له ريب جرافت تجوزه مثلا وتحط له عظمه جرافت هنا مكانه. معايا؟ تريتمنت سيرجيكال اكستنشن مع ريكونستراكشن اوف ذا مالتيبل، ترجع له تاني عظم في المندبول. دكتور ايه علاقه ده بالنوز؟ لا ما احنا قلنا نوز وساينسز. يعني هي كومن في المندبول لكن ممكن تيجي ماكسيلا. لا طب والماكسيلا هتطلع من ده بتطلع من فوق؟ اه من الدنتا لامينا بتاع فوق، ما في دنتا لامينا فوق وتحت. والنبي ما تقولي لي ايه علاقته بالانيتي؟ اصلها كلمه غريبه جدا. اصل يعني التيومرز هنا وهنا، ما هي بتجي لنا احنا. الباروتيد دلوقتي يا اولاد ما بيروحش جراحه عامه. الباروتيد والكلام ده والسبمانديبولار والحاجات دي كلها تبعنا. الثيرويد الوحيده اللي احنا بنتخانق مع عليها مع الجراحه العامه، وعلشان كده اسم الان تي اسمه ما اتغيرش الى الان. خايفين الا ناخد الثيرويد الجويتر، مش عايزيننا، مش عايزين الجويتر. زي ما قلنا هو الان تي بره دلوقتي ما عادش اسمه ان تي مصر بس، حتى الدول العربيه كلها اسمها اتغير. بقى هي ده دريك سيرجري الا مصر. معايا؟ الايه؟ عشان الثيرويد وعشان ما متاخرين في كل حاجه الحقيقه. الاوستيوكلاستوما، ايه الاوستيوكلاستوما ده؟ طبعا انا ما لقيتلكمش صوره اوستيوكلاستوما في الماكسيلا، ده فيري رير. تمام؟ هي بتيجي من الماكسيلا اكتر من الماندبول. اي عظم في الجسم يجي في اوستيوكلاستوما، ده لوكالي مالجنت تيومر مختلف في الشكل، انه بدل سيست كبيره كده لا سوبر بابل ابيرنس. دي طبعا طالعه من الهيومرس لكن انا ما لقيتلكمش. انا مش عايز في الادامنتينوما والاوستيوكلاستوما غير ان الاوستيوكلاستوما لوكالي مالجنت تيومر. تمام؟ والادامنتينوما لوكالي مالجنت تيومر. مش عايزين كلام كتير فيها على فكره. نيجي للفايبرس ديسبليزيا. الفايبرس ديسبليزيا زي ما قلت الصبح يا دكتوره اسراء، ان العظم الاوستيوبلاست اتحول لفايبرس تيشو، يعني ده مش تيومر. It is not a true tumor. معايا يا ابراهيم؟ Not a true tumor. أنا همثل لك تمثيل كده. تخيل البلوك ده، البلوك ده لو كله عظم، عظم أصم، كل دي بلوكية عظم. العظم ده اتحول لفايبرس تيشو ازاي؟
يعني الحته دي اتحولت لفايبرس تيشو، الحته دي اتحولت لفايبرس تيشو، دي اتحولت لفايبرس تيشو. لما الجنين المعدن يتفك اربع هيبقى كتير، لما العظم يتحول لفايبرس تيشو هيفك يبقى كتير، لانه كان هارد ماسك في بعضيه اتفك بقى فايبرس تيشو اطرى، وبالتالي تلاقي الحته دي حصل لها سويلنج، ما هي دي اتنفخت، دي اتنفخت، دي اتنفخت. لكن ايه اللي بتقول لسه في عظم؟ انت فهمت قصدي؟ يعني هو التيومر او مش التيومر السويلنج، انا اسف، عظم، بعض العظم تحول لفايبرس تيشو والبعض ستيل عظم. معايا؟ ان بتوين الفايبرس تيشو والفايبرس تيشو اوستيوبلاست، ان بتوين الفايبرس تيشو والفايبروبلاست اوستيوبلاست. معايا؟ اذا ده ميكس، ولكن هو مش تيومر، بعض الاوستيوبلاست اتحولت لفايبروبلاست. فاهم حاجه يا امجد؟ طيب، وعلشان كده بيحصل انتفاخ، انتفاخ، بس الانتفاخ ده ايه؟ هارد ولا سوفت ولا فيرم؟ هارد، ستيل هارد، ما هو عظم، انت فاهم؟ ستيل في عظم، يبقى هارد، وصعب جدا تاخد بايوبس على فكره، عامله زي الاستيوما، ولكن فيها جواها فايبرس تيشو. علشان كده لما تيجي تعمل اكس راي تلاقي عظم وجواه اقل دنسيتي في اللون، عظم واقل دنسيتي في اللون، فاهم الكلام؟ ماشي، هتشوفها دلوقتي. It is not a true tumor. It is a replacement. It is a replacement of normal bone by woven bone. ايه woven bone ده؟ عظم مخرم. طب ومخرم بيعمل حاجه؟ بفايبروبلاست، بفايبرس تيشو. يعني هو بقى woven ليه؟ علشان الفايبرس تيشو، فايبرس تيشو، فايبرس تيشو. woven يعني حاجه كده مخرمه. معايا؟ طيب، يبقى اذا woven bone and fibrous tissue. على فكره انتوا خدتوا ده قبل كده في الباثولوجي السنه اللي فاتت، صح؟ المشكله دي الفايبرس بليزيا دي تحصل في ايه؟ في التين ايجر، سن المراهقه. ايه الفرق بين التين ايجر والبيوبرتي؟ هي دي، مفيش فرق، بس هما بيسموها التين ايجر لانه ملوش علاقه بالبيوبرتي. يبقى التين ايجر ويحصل اريست اوف جروث عند السيكشوال ماتيوريتي. ايه الكلام الغبي ده؟ ايه الفرق بين البيوبرتي او التين ايجنج و sexual maturity؟ البيوبرتي اللي هي بدايه الديفلوبمنت بتاع السكندري سكس اورجانز، الولد والبنت اول ما اتولدوا زي بعض لغايه سن البيوبرتي، البنت هتبتدي تبقى بنت والولد هيبتدي يبقى ولد من الهرمون، ده يجي له تستوستيرون وده يجي له استروجين. تمام؟ امتى البنت توصل للسكشوال ماتيوريتي والولد يوصل للسكشوال ماتيوريتي؟ اللي هو سن الجواز، اللي هو من 20 ل 25 سنه. معاه؟ اللي هو السكندري سكس اورجانز وصلت للفول سايز، اللي هو سن الجواز. اذا السويلنج ده او الليجن دي هتبتدي في التين ايجنج ويفضل يكبر 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 لغايه السكشوال ماتيوريتي من 20 ل 25 سنه، يقف على كده. اذا لو الولد ده جالك عنده 17 سنه تشيله السويلنج ده هيكبر تاني. انت فاهم؟ يبقى اذا هو بيظهر في التين ايجر ويحصل اريست اوف جروث عند السكشوال ماتيوريتي. ودي أول مرة أقول الكلام ده، هيتكرر. السايد يحصل في أي عظمة في الجسم، بس أنا بتاع إي بي تي فبقول ماندبول وماكزيلا، لكن ممكن يجي في الإثمويد، ممكن يجي في أي عظمة. أنواعها اللي أنت خدتها السنة اللي فاتت، مونوستوتيك تحصل في عظمية واحدة، بوليستوتيك واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا بولي. تمام؟ تمام؟ راح واحد اسمه ألبرايت ماكون ألبرايت راح مخترع ألبرايت سندروم. ألبرايت سندروم خدتوها السنه اللي فاتت. ايه ماكون البرايت سندروم؟ اولا هي مور كومن في الفيميلز، بتيجي للبنات في سن المراهقه، مور كومن في الفيميلز، بيبقى عندها يونيلاترال بوليستوتيك فايبرس بليزيا، واحده هنا وهنا وهنا وهنا، استحاله تيجي الناحيه الثانيه، ده البرايت. لكن البوليستوتيك تيجي في اي حته، لكن لما تبقى اسمها البرايت سندروم على الرايت بس او على الليفت بس، يبقى ستريكت يونيلاترال، يونيلاترال بوليستوتيك فايبرس بليزيا، سكين بيجمنتيشن، عندها كافيه اولي باتشز، خلاص؟ على الاستيو على الفايبرس بليزيا نفسها. واندوكراينال مانيفستيشن، اشهر الاندوكراينال مانيفستيشن اللي تيجي مع البرايت سندروم بريكوشس بيبرتي. سن المراهقه يجي بدري، بدل ما يجي عند 12 سنه يجي عند 8 سنين. معايا؟ لكن ممكن كوشنج سندروم، ممكن مكسديما، اي اندوكراينال مانيفستيشن، بس انا بقول لك بريكوشس ده كومنست. يبقى ده البرايت سندروم، انها اربع حاجات، مور كومن في الفيميلز،
انها تيجي يونيلاترال والاستيوم فايبرس بليزيا عليها سكين بيجمنتيشن واندوكراين مانيفيستاشن. الكلينيكال بيكتشر الفها سهله قوي بقى، هي تعمل بين لا ده العظم تحول لفايبرس تيشو بالتدريج البطيء ولا بين ولا حاجه خالص معايا، بس تعمل ايه بقى شكل وحش وده في سن المراهقه معايا ديسفيجرمنت سويلنج بالظبط. وعلشان كده لما بتيجي تعملها لها انت بتعملها مجرد شكليا لان هي مش تيومر اصلا، انت عايز تلحق ده وتلحق يبقوا قد بعض فقط. طيب تجميليا يعني يبقى لو الفت لي الكلينيكال بيكشر فيشن سويلنج بين ليس وسلول جروينج بين ليس ما توجعش تمام. ميزا اوبستراكشن لو هي هنا وراحت زقه كده داخل على ده هتسد النوز، ميزا اوبستراكشن لما تكون كروتش على النوز. بروبتوزس لما تطلع لفوق لما تكون كروتش على الاوربت خلاص. يبقى اذا هي فيشن سويلنج لا بينفول ولا تندر ولا اي حاجه بس عامله شكل وحش تمام. تعمل ميزا اوبستراكشن لما تدخل على النوز، تعمل بروبتوزس لما تدخل على الاوربت. طيب الاكزامينشن نوت تندر لا هي بينفول ولا هي تندر، سويلنج هارد ولا سوفت ولا فيرم؟ هارد. ايه ديفايند؟ يعني ايه ديفايند؟ كلها مع اللي جنبها حاجه واحده. كلمه ديفايند اللي هو ويلد ماركيتد ايدج، يعني تيومر اهو طالع كده اهو ويلد ماركيت، لا ده سايحه مع العظم مجرد سويلنج كده، لو مشيت ايدك عليه تسرح. اما ايدك هنا تقف ده ديماركيتد ويل ديفايند ده تيومر. هنا ايه الديفايند؟ ايه الديفايند؟ ملوش مارجن من الاخر يعني، ده مجرد العظمه اتنفخت. يبقى ايه يعني ديفيوز؟ كلمه ايه ديفايند هي ديفيوز على فكره. ايه الديفايند؟ ديفيوز نوت تندر. يبقى انا مشكلتي دلوقتي في الشكل. جات لنا بنوته عندها 17 سنه في دبلوم تجاره. البنت دي كل ما تنزل المدرسه تحس ان زمايلها بيبصوا عليها. جات لنا الاسم اعملوها لي يا بنت، لسه ما ينفعش، لازم لما تكملي بعد ال 20 انا مش قادره اروح المدرسه وتعيط. عملناها لها سلحنا ده سبليبيال انسيشن نحتنا تمام، وخلينا ده قد ده طبعا بتسيب فايبرس تيشو. ليه؟ ما هو ما ينفعش تشيلها كلها والا ده هيصغر على ده، هي مش خطر. فبعد ست شهور سبع ثمان شهور جات لك تاني تنحتها تاني وهكذا. هتعمل ايه؟ ما عماله تبكي علشان المنظر لغايه بعد ال 20 بتقف. فالاكس راي جراوند جلاس ابيرنس، يعني ايه جراوند جلاس ابيرنس؟ الازاز المصنفر. ليه؟ حتت عظم وحتت فايبرس، حتت عظم وحتت فايبرس تشو معايا؟ وبالتالي عامله زي الازاز المصنفر. بص دي العظمه اكتر، دي الفايبرس تشو اكتر، عظمه بسيطه اهو معايا؟ يبقى اذا كاركترستيك ليها جراوند جلاس ابيرنس. يمكن انا ليا تشبيه احسن من كده. عارف يا صلاح لما كنت بتاخد دش تمام والحمام معرق وبعدين تبص تلاقي قطرات الميه نازله على الازاز بتاع الشباك، دي احسن تعبير ليه، قطرات الميه نازله على الازاز كده فعامله زي قطرات الميه كده تمام. ده جراوند جلاس ابيرنس كاركترستيك للفايبرس ديسبليزيا. طبعا ينفع تاخد منها بايوبسي ابجد؟ لا دي هارد، يبقى سي تي بتبين لك سايد سايز اكستنشن. التريتمنت سيرجيكال اكسيجن جاست تشيفنج حلاقه بس. سعادتك ده انك تولد بتعمل ايه؟ تشتري مكنه حلاقه وبتعمل كده، الشعر تروح طالعه فينا تشيفنج. كذلك دي كبرت اروح سالخ واروح حلقها تمام؟ قلت تشيفنج صح، قلت كيورتج كحت صح تمام؟ يبقى بس ده ايه؟ بعد الايدج اوف سيكشوال ماتيوريتي. افتر ذا ايدج اوف سيكشوال ماتيوريتي مجرد تجميليا، الا لو كانت دخلت على الاوربت بتشيلها علشان البروبتوزس، دخلت على النوز بتشيلها علشان نزل اوبستراكشن. وده هي ايه راي الفايبرس بليزيا بسرعه؟ كان جاد بيطلب نص حصه زياده واحنا كنا متفقين على نص حصه، عايزين حصه ما عنديش. جاد اللي بيطلب ده حضرتك اللي قلت. لا انا قلت وانت وافقت من المره اللي فاتت. ايوه ماشي من المره اللي فاتت. دكتور اه ده جدول المحاضره
انت كلمتني في التليفون امبارح بالليل، انت اللي خليتي ما خليتنيش اصحى النهارده، راحت عليا النوم. لا انا قلت لكم هاتولي مطبوع. بصي انا ماليش في الموبايل والحاجات بتاعته دي، واقعد انمنم واعمل انا بقول لكم هاتولي مطبوع بقى لي 3 اسابيع. لا والله ما لغايه بعد ما يعدي الشوك الحقيقه. الشوك ممكن تتوقع اطبعوا لي البتاع ده واشوفه. بخلانة تدفع نص جنيه تباع. هو يا دكتور في الطبيعة ازاي؟ لا والله بنسى. حتى اللي بقى كمان. وقلت الهيتش يطبعهولي. ساعة ما كنت واقف مع اليمن. ممكن اطبعه لحضرتك بكرة، أنا عندي برنتر في البيت، بس ممكن لو كتبته لحضرتك دلوقتي، هم أصل هم 8 محاضرات اللي فاضلين. لو كتبت لحضرتك أسامي حاضر. بعد ما نخلص حاضر. 8 بس. 8 بس. أربعة الأسبوع ده وأربعة كده. حاضر كويس قوي، إحنا هنخلص على آخر الأسبوع الجاي، عايزين نخلص. يا ريت إن شاء الله. مبروك يا إيه؟ مبروك على آخر الأسبوع الجاي. إن شاء الله. الكانسر بقى. الكانسر. دكتور أحمد جاد، بس المهم يا أحمد ما تكونش بفرغ مية في قربة مقطوعة من تحت يا ولاد. يعني أنا عايزك تكون بتذاكر معايا، بتجمع معايا، لو سمحت يا دكتور أحمد. يعني تكون بتقرا معايا. وزي ما قلت قبل كده الاي ان تي يا اولاد من ضمن المواد اللي تعدي 195 من 200. يعني الاي ان تي والرمض بفرصه مواد تجمع درجات. بس هو اي حد بيشرح بيدي دروس بيقعد يخوفك ودي صعبه ودي ما اعرفش، مجرد عشان تاخد درس. لكن اكشوالي مواد رابعه دي والله مواد من السهل جدا تعدي 195 من 200. الاربع مواد دول سهلين بالنسبه للنسا السنه الجايه. النسا صعبه؟ لا مش صعبه، النسا اتفه ما يكون، ولكن دكاترتها ما تعرفش هو عايز ايه. اكسبكت ذا نون اكسبكتد. انت يعني ما تعرفش، يعني دخلت الواحد عمال يتخانق ويقول اطرد العيال، اداني 49 من 50 وبسطني. انت فاهم؟ مجاوب في النظري كويس، الماده الوحيده اللي فيها جيد جدا في حياتي. وكان يجي لي نيابه نسى الحقيقه ما خدتهاش. لقيت نفسي في النظري جايب جيد جدا، انت فاهم؟ مش عارف، ولكن وحلو او وحشه دي نسبيه، دي نسبيه. لازم يكون عندك دافع ل ل ل ل للعلا، انت فاهم؟ فالبطنه والجراح، لا الجراحه الراجل كان بيعد لي من تحت الترابيزه وانا بتكلم، هو شايف صباعه وهو عمال يعمل كده. لا بيعد الحاجات، بيسالني الالر نيرف انجري كام سبب، ويعمل لي كده من تحت الترابيزه. ايه يا عم في حاجه مش ممكن؟ دخلت لواحد لابس لبس باكستاني مثلا، دخلت له بيتخانق معايا. يعني اول ما قعدت، يعني شيء غريب، مش هقول لك قال لي ايه، يعني قال لي كلام كده خزعبلات. يعني هو المشكله في الاورال يعني؟ الاورال والنظري، ما هو الاورال ده هو اللي هيصلح لك نظري، هو مين اللي هيصلح نظري يعني؟ فمواد رابعه دي مواد سهله، دي فرصه انك تجمع درجات. ايه؟ دكاتره طيبين يعني؟ مين؟ دكاتره رابعه طيبين؟ طبعا. يعني اكتر دكاتره محترمين في كليه الطب هم دكاتره الرمض، مش هقول ايه دي. بلا منازع دكاتره الرمض دول اكثر ناس محترمين، حتى تلاقيهم مضاف قوي زياده عن اللزوم. والعلم ده سبب من اسباب ان انا ما خدتش رمض. ناس ما بيشتغلوش في الدم. انا كان يجي لي نيابه رمض، كنت طالع بس كان يجي لي دور تاني. كنت طالع التاني على الرمض على فكره في سنه رابعه. ولكن دكاتره مضاف زياده عن اللزوم يعني، وتلاقيه مؤدب قوي في كلامه وبتاع، مفيش دم، مفيش حاجه نظيفه يعني. فلا دكاتره كويسين قوي قوي. الله يرحمه النايب اللي امتحني نايب في الشفوي، الاستاذ كان عايز يعلم النايب بتاعه يمتحن، تمام؟ فخلاه يمتحن في اخر السنه، يعني الاستاذ قاعد والنايب عمال يسال. لا ناس محترمين جدا لاقصى حد، ومؤدبين في كل حاجه الحقيقه. المهم بتوع الاي ان تي معظمهم مؤدبين، الغالبيه العظمى في الشفوي والكلام ده. سيبك من اوضه العمليات والحاجات دي، ولكن ايثيكالي لا معظمهم مؤدبين. بتوع الشرع وبتوع الكوميونتي هتلاقيهم زي بتوع الاكاديميك، يعني ما
فيش فرق بينهم وبين الاكاديميك، فناس كويسين يعني. يعني اسوأ اسم الايه؟ يعني اسوأ اسم فيهم. سيبك من الناس. لا يعني اسوأ اسم في الكلينيكال يعني. يعني اوحش. نسا وجراحة. نسا وجراحة. بلا منازع. حقيقة نسا وجراحة. تمام؟ الجراحة متخيل ما فيش حد فوقي خالص. انا كل في الكل وانا مش عارف ايه وانا بتاع ايه، وتلاقيه حتى طريقه كلام باستثناء يعني قله قليله، والنساء طيبين وبتاع، وتلاقيه بيعمل كده في الشفا ما اعرفش يعني. نساء والجراحه ربنا معاك. ولكن انا مصر على ان مواد رابعه دي هتندم لو ما جبتش اعلى قدر من الدرجات. نيجي للمالجنت تيومر. وصلنا منطقه الكانسر. لما نيجي يا سلمى منطقه الكانسر افكرك كنت بقول كم عنوان في اي كانسر؟ سبع عناوين. سبع عناوين في اي كانسر. الايج بتاع الكانسر. السكس اللي بيجي في الكانسر طبعا ستامبا مينز. احنا لا عندنا بريست ولا عندنا سيرفكس اللي هم كومن في الفيمينز. الايج السكس البري ديسبوزنج فاكتور بتاع الكانسر. طبعا كل البري ديسبوزنج فاكتور بنحط اثنين ستامبا اسمه كونجو ايراديشن وحاجات اخرى بقى على حسب التيومر. معايا؟ نيجي للباثولوجي بتاع الكانسر. طبعا استنبط في كل الباثولوجي الهيستولوجي سكوماسيل كارسينوما، كل اللي ده الدناك سكوماسيل كارسينوما هي الكومنست. تمام؟ الكلينيكال بيكشر بتاع الكانسر. بالمناسبه كل واحده من دول استنبط من جواها. يعني هقول لك دلوقتي بعد الكلينيكال بيكشر الانفستيجيشن بتاع الكانسر، والدكتور امجد قال لنا الاستنبط سي تو بايوبس واشياء اخرى على حسب كل كانسر. تمام؟ التريتمنت بتاع الكانسر. طبعا استنباط في التريتمنت يا سيرجري يا ريديوثيرابي يا الاثنين. ما هي ده كانسر استنباط. لما تيجي للكلينيكال بيكشر سيمتوم وساينز. لما تيجي للسيمتوم سيمتوم اوف برايمري تيومر، سيمتوم اوف لوكال سبريد، سيمتوم اوف ليمفاتيك سبريد، سيمتوم اوف بلاد سبريد. لما تيجي للساينز اكشف على البرايمري تيومر، اكشف على الليمف نود ميتاستاسيس، اكشف على جنرال توكسوبلود ال ال بي بي بلاد سبريد ليفر لان بون برين. مش كده؟ يعني ده الكلام العادي يا اولاد. كل ده استنباط زي ما هقول كمان شويه. الايج اولده فوق سن ال 60. هي بص يا دكتور الكارسينوما تيجي في الاولد والساركوما تيجي في اليانج. في اليانج يعني الست بتاع الفوازير ما جاتش ساركوما هنا، كانت يانج معايا. فالساركوما تيجي في اليانج والكارسينوما تيجي في الاولد. السكس استنباط مور كومن ان ميلز، اكتر في الرجاله. ما هو كل الكانسر بتاع الجسم اكتر في الرجاله باستثناء البريست والسيرفكس تقريبا. البريدسبوزنج فاكتور قلت لك استنباط ممكن جوه راديشن. بس فينا بقى حاجات زادت. عمال مناجم النيكل، نيكل ريفاينري وركرز يجي لهم مسكومه سيل كارسينوما. النيكل داست اللي طالع الفيبر بتاع النيكل ده بيعمل اريتيشن للريسبيراتوري ميوكوزا يتحول لميتابليزيا سكوما سيل. يجي له سكوما سيل كارسينوما. يا جماعه النجارين الكاربنترز نشاره الخشب تمام الوود داست يجي له ادنو كارسينوما. معايا؟ الكلام ده ثيوريتيكال الله اعلم الكلام ده صح ولا غلط. ده كانسر. لو كنا عارفين السبب كنا عرفنا نعالجه معايا ونمنعه. يبقى اذا اكسبوجر للنيكل يعمل سكوما سيل كارسينوما، اكسبوجر للوود داست يعمل ادنو كارسينوما، والاثنين استنبا. يعني انا بقول لك مور كومن ان ميلز. طب ما هي فيميل اهي بس وضعيه تعتبر مين؟ طيب الباثولوجي استنباط في كل الكانسر من هنا لغايه سنه سته. جروس بيكشر اربع عناوين في الباثولوجي. جروس اللي هي نيكد اي، مايكروسكوبيك سبريد بروجنوزيس المصير. الجروس 2 اس في كل الكانسر سايت وشيب. ما هو يا جماعه الجروس اللي هي نيكد اي السايت يطلع منين؟ من انهي ساينس؟ تمام؟ والشيب شكله ايه؟ الشيب استنبا يا ابراهيم في كل الكانسرز. السر، كولي فلاور ماس، نودولار انفلتريتف. فاكر الكلام ده؟ فاكر ولا لا؟ تمام. نيجي بعد كده للسايت، الماكسيلاري ساينس ياخد نصيب الاسد. ماكسيلاري كارسينوما، كانسر ماكسيلا. تاخد 60%. 30% تطلع من اللاترال وول اوف ذا نوز، من نيزال كافيتي، 30%. تمام؟ 10% اثمويد. الله؟ ده من رحمة ربنا علينا ان 10% اثماي جنب الاوربت جنب البرين. تمام؟ على طول. امال فين الاسفنود والفرانتال؟ يجي فيهم كانسر بس فيري رير. تمام؟ مش في التقسيمه بتاعتنا.
بس مين اخطرهم؟ الاثمويدال. ومين الموست كومن؟ الماكسيلاري. تمام؟ نيجي بعد كده مايكروسكوبيك اسطمبه كل هيدا دريك كانسر الكومن سكوماس كارسينوما. بس بالمناسبه اقلهم النوز والساينسز 80% بس. انت عارف في اللاركس السكوماس كارسينوما 98% سكوماس كارسينوما معايا؟ ده يمكن هنا بقول 80% ليه؟ لان في ميوكوزا الجلاند يطلع منها ادينو كارسينوما معايا؟ يبقى سكوماس كارسينوما 80% ادينو كارسينوما ممكن تطلع. ساركوما في اليانج انتوا طبعا لسه طالعين من الباثولوجي وفاهمين الفرق بين كارسينوما وساركوما. الكارسينوما تطلع من السيرفيس الثيليا سيرس كوماس او ادينو. اما الساركوما تطلع من الميزنكاي اللي هي البون فايبرس تيشو الفاتي تيشو مش عارف ايه. طلعت من العظم يبقى اسمها اوستيوساركوما. طلعت من الكارتليج كوندروساركوما لايبوساركوما وهكذا. دي اللي في اليانج. والفاكتور نيوروبلاستوما يا دكتور هناخد في الرمض حاجه اسمها ريتينوبلاستوما تطلع من الريتنا. الريتنا دي عباره عن ايه؟ نيوروبيثيليوم. طب ما انا عندي نيوروبيثيليوم في النوز فوق خالص اللي بشم بيه اسمه الفاكتور نيوروبيثيليوم يطلع منه برضه الفاكتور نيوروبلاستوما تشبه الريتينوبلاستوما معايا؟ يبقى الفاكتوري نيوروبلاستوما. الفاكتور نيوروبلاستوما هتظهر فوق على فكره بدري 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 هيبقى كل المانيفستيشن بتاعتها ايه؟ سي سي فرايوريا بروبتوزيس وهكذا نيورولوجيكال واوربيتال مانيفستيشن لانها فوق لان انت بتشم الجزء اللي فوق بيبقى الفاكتور نيوروبلاستوما. نيجي للسبريد. السبريد في اي كانسر اسطمبه ثلاثه يا لوكال يا لمفاتيك يا بلاد. اللوكال سراوندنج ستراكشر يعني تقولها ايه يا دكتور احمد؟ الفها لي. دخل لو هو ماكسيلري ابورد الاوربت لو داون وورد السنان تمام. فاكر لما قلت لك مالجنت ورا اترا فيستولا السنان وهي قاعده بتخرج مكانها. لو لورا التربو بلاتاين فوصا تمام. لو اثمويدا اللي فوق الكرينيال كافيتي. لو ميديا للاوربت لو اسف لاترال اوربت. لو ميديا للاذر سايد السبتم والاذر سايد وهكذا. يبقى السراوندنج ستراكشر لينفاتيك سبريد. مين الشطور اللي هيفكرني ايه اللي فات الدرينج اوف ذا نوز اند ساينسز؟ خدناها في اول حصه. الانتو بارت والانتو جروب اوف ساينسز سب مانديبولار والبسترو بارت ريترو فارنجيال والاثنين يروحوا ابر ديب سيرفايكال اهي. بس من رحمه ربنا علينا ان الليمفاتيك سبريد 15% من الحالات بس مش كومن على فكره. 15% فقط من الحالات معايا؟ طيب البلاد سبريد فاكر ليبليب او بوربول لانج ليفر بون برين وعيني على مين الكومنست في البلاد سبريد؟ لانج اللانج اللانج تمام. الدم بيعدي عليها الاول معايا يبقى عيني على اللانج يبقى لانج ليفر بون برين تمام. علشان كده بعمل جنرال اكزامينشن تو اكسكلود لانج ليفر بون برين. البروجنوزس فيري باد. ليه؟ ليه باد يا سلمى؟ طبعا انت ربنا يشفيها الست بتاع الفوازير ما بتظهرش دلوقتي مع ان لحقوها وشالوا وبتاع بس الريكونستراكشن برضه بيبقى شكله باين. فاللي بيجي الجراح اللي بيجي يشيل كانسر ماكسيلا بيصعب عليه شيء العين مع ان المفروض تشيل العين لو وصل الاوربيتال بريوستيال ضحي بالعين علشان العين يعيش تمام. يصعب عليه يشيل العين يصعب عليه يشيل جزء كبير من الوش يوم الكانسر يرجع لانك سبت كانسر تمام. يبقى اذا تراخي من الجراح ان يشيل جزء كبير من الوش علشان شكل العيان وزائد ان التومر اجريسيف جنب الاوربيت والبرين معاه. يبقى البروجنوزس فيري باد. هو ليه مور كومن في المنزل؟ الله اعلم. التومرز ملوش قاعده ممكن تتوقع لكن ملوش قاعده الله اعلم. طيب نيجي بعد كده الى الكلينيكال بيكشر. انسى خالص خالص ان انا دكتور اي ام تي. انا دلوقتي شغال دكتور اورام. جات لي واحده بكانسر بريست السيمتوم بتاعها هتبقى ايه؟ نمره واحد ايه؟ بريست ماس سويلنج. يبقى دي اسمها سيمتوم اوف برايمري تيومر. وبعدين صدري بيوجعنا يا دكتور بدا يحصل لوكال سبريد للمصل والريبس يبقى سيمتوم اوف لوكال سبريد. عندي كلكيعه تحت باطي يا دكتور سيمتوم اوف ليمفاتيك سبريد. بدات اكح دم وبطني تعلى يا دكتور سيمتوم اوف بلاد سبريد تمام. شفت التدريج؟ طيب انا برضو دكتور اورام جات لي واحده بكانسر بريست هكشف عليها ازاي؟
هكشف على البرايمري تيومر ماس بريست ماس، هكشف على الليمف نود يبقى ده اسمه لوكال اكزامينيشن، وهكشف جنرال توكسوكلود ديستنت بتاس بالظبط معايا. يبقى شفت التدريج معايا. يبقى اذا سيمتوم اوف برايمري تيومر ايه وسيمتوم اوف بلاد سبريد طبعا لوكال سبريد ده معناها معانا وسيمتوم اوف بلاد سبريد. سيمتوم اوف برايمري سبريد لو التيومر طالع من النيزال كافيتي اللي هو 30%، احنا اتفقنا اللي طالع من النوز هيطلع يوني ولا باي. لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر يوني، يبقى الاسطمبه اللي احنا قلناها في الانفيرتد بابلوما يونيلاترال نيزال ماس بالاكزامينشن عملت ايه للعيان؟ يونيلاترال نيزال اوبستراكشن ديستشارج ابيستاكسس. تمام. عملت ابيستاكسس ده كانسر، بيعمل انفيشن للبلاد فيسل بيعمل ابيستاكسس. طيب لو انا سالتك سؤال حرمنتيشي كده، ايه الكومونست كوز اوف ابيستاكسس ان الدرلي مين في الميلز العواجيز، تقول لي ايه؟ بالفقاقه اكيد انتوا عارفين هايبرتنشن بالظبط. ده سؤال ام اس كيو بيجي كتير قوي، هايبرتنشن الضغط، الضغط العالي كمان في العواجيز. طيب لو لقيت واحد كبير في السن، طبعا الهايبرتنشن كومن يعمل ابيستاكسس يوني ولا باي؟ باي لان ده سيستميك بس ممكن يوني، بس القاعده باي. لو لقيت واحد كبير في السن عنده يونيلاترال ابيستاكسس وما عندوش هايبرتنشن تشك في ايه؟ كانسر. كانسر تمام. طيب تيومر اوف ماكسيلاري سينس، هو ده دكتور الكومن، هو لو جاء لواحد كانسر جوه الماكسيلاري سينس هيحس بيه؟ لا، ده كافيتي كابيشس كافيت اهو، هيحس بيه لما يحصل سبريد. فاهم الكلام؟ ينزل لتحت وقع لي السنان وعمل دنتال بين وي وي، يطلع لفوق اوربت معاه، يروح ميديالي نوز نيزال اوبستراكشن وديستشارج وستاكس وهكذا. اذا داون وورد يروح للسنان دنتال بين لوزنج للتيث تقع وتعمل مالجنانت اورو اترال فيستولا، يروح افورد بروكتوزس طبعا بروكتوزس وفالموجليشيا وهكذا تمام. يرجع ورا الماكسيلاري ساينس حاجه اسمها ايه؟ تركو بالاتاين فوسو اللي فيها مين؟ الماكسيلاري نيرف والماكسيلاري ارتري والتريكويد ماسل. لما يروح للماكسيلاري نيرف يعمل تنميل في الوش، مش الماكسيلاري نيرف ده اللي بيغذي التلت اللي في نصه من الوش؟ فاكره الترايجمنال؟ تمام؟ فيعمل تنجلنج ونمنس، نمنس اللي هو تنميل. ليتر اون لما يدوس على النيرف خالص يحصل لوس اوف سنسيشن اناتيزيا. طب ولما ينفيد التريكويد؟ في تركو بالاتاين فوسو لوكد شو، لوكد شو، اللوك دي جو ما يعرفش يفتح الماندبول، تريكويد انفيدد. اسمها ايه اللوك دي جو دي؟ تريزماس. تريزماس ان ابيليتي اوبن ذا جو، اول مره اقول تريزماس. تمام. انتيريور يطلع قدام يحصل فانجيشن والسريشن في السكين بتاع الشيك. ميديالي يروح للنوز زي اللي فوق خالص، يونيلاترال نيزل اوبستراكشن ديستشارج وابيستاكسس معايا. طيب تيومر في الاثمويد روف اوف ذا نوز، بالفقاقه يا ابراهيم، ايه الكومن سيمتوم لتيومر من الروف اوف ذا نوز؟ انوزميا، ما يشمش، الريفاكتوري اريا، وبدري بدري سي اس اف راينوريا، وبدري بدري بروبتوزس، ودمنيشن الفيجن، لانه فوق جنب العين، معايا؟ طيب، سيمتومز اوف لمفاتيك سبريد قلنا سب مانديبيلر تمام، او ابر ديب سيرفايكال، طبعا الريتو فارنجيا ما بتتحسش، ده ديب، الترانسفيرس بروس بتاع سي 1 تمام؟ وبعدين سيمتوم اوف بلاد سبريد لانج ليفر بون برين. يعني انا قسمتها التقسيمه العاديه وانت هتقول بقى جالك الراجل العجوز ده بهذا التيومر وطالع لبره كده، مش هشك في انفيرتد بابلوما لان الراجل عجوز كبير في السن، بس ممكن تمام. جيت ابص عليه لقيت فيه دم وبتاع وطلع من لاترال نور في دانوس، ده حاجه من الاثنين، يا كانسر يا انفيرتد بابلوما، ده غالبا كانسر علشان الدم ده معايا. طيب هعمل له اكزامينشن لوكال نوز وليمف نود وجنرال توكسوكلود لانج ليفر اللي هي ديستنت ميتاستاسيز. نيزل انتيرو راينوسكوبي اهو، انتيرو راينوسكوبي يعني هتبص على النوز من قدام بالسبيكيولم، هلاقي يونيلاترال نيزل ماس طالعه من لاترال لول اوف ذا نوز اتبليدز اون تاتش. اتبليد اون تاتش يعني ايه؟ فرايبل كانسر، فرايبل اتفتت معايا لانه كانسر. نيك علشان الليمف نود وبعدين جنرال اكزامينشن تو اكسكلود ديستانت بتاس، وعيني على اللنج.
امجد ايه اهم اتنين انفستيجيشن في اي تيومر؟ سي تي وبايوبسي. سي تي بقول الثلاث كلمات اللي انا قلتهم وبضيف عليهم اللي الفينول سايد سايز اكستنشن ولا فين الفينول. يعني كان تيومر زي ده تقدر تقول على ده انفيرتد بابيلوما. انت عارف ده عامل ايه؟ ده انفيدنج ميديا السيبتا خرمهون الناحيه الثانيه، انفيدنج الاوربت، انفيدنج كل لاترال وول بتاع الماكسيلا متاكل، رايح للانفرا تمبرال فوصة خد من فوق خلاص. دكتور هو ازاي يعني حد هيسيب ده كله ينتفخ من غير ما ايه كده يا دكتوره؟ يعني من سرعته مثلا ولا من ايه؟ مش من سرعته، ده اجريسيف، ده ممكن في خلال شهر يبقى كده، ده كانسر. هو العيانين مش بقعد يروح للدجال ويقول له انا هخففك بعصير مش عارف ايه من نباتات وبتاع وبيجي لك مستوي، لا يعني بيجي كده فعلا الكانسر بيجي كده. دكتور عشان احد تاني في الاوربت ولا كده خلاص خلص على لا 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 ده الاثمويد اهي فاضيه تمام. يبقى اذا سايد سايز اكستنشن وبيبين بون دستراكشن اهو تمام، ولو في لينفود متاستاسيس. وبايوبسي، بايوبسي هتاخدها ازاي؟ بنيزل اندوسكوب اندر لوكال انافيزيا. انا ما بدومش بنج اصلا مع اني ما بشتغلش كانسر، بس كنت قبل كده كنت شغالها يعني، فبتدخل الاندوسكوب وتاخد بايوبسي مش هيحس بيه قوي. طب انت امتى تحتاج الام ار اي؟ لو انت عايز تشوف السوفت تيشو اكتر، لان الام ار اي بيبين السوفت تيشو. طب ايه هنا سوفت تيشو يا اسراء يهمك قوي؟ الاي بول والبرين. يبقى انا علشان اكسكلود الانترا اوربيتال والانترا كرينيال اكستنشن. لكن ممكن تبان في السي تي بصبغه معايا، لكن انت عايز تظهرها احسن يبقى ام ار اي، لان الام ار اي تبين السوفت تيشو قوي. دكتور الاوربت الثاني في انا بقولها كده في حاجات حاجات ليها ان ده الاوبتيك نيرف وده الميديا ريكتس لاترال ريكتس سيبيريور وانفيريور. ايوه الريكتاي ماسل معايا زي ما ده الاوبتيك نيرف باين اهو. طبعا الريكتس اللي تحت دي متاخده والميديا متاخده واللاترال متاخده معايا. وهنا العين بروبتوتيك اهي، دي ابا ودي لا. على فكره ده الاوبتيك نيرف على الناحيه السليمه. تريتمنت بتاع الكانسر ماكسيلا التيومر ده لما جه بروبلم سولفنج الحقيقه 90% ان لم يكن اكثر من الدفعه كتبوه غلط. السؤال اتكتب ازاي؟ كان سؤال وحش جدا. هبقى اوريه لكم، ممكن ابقى اجيب لكم مذكره الامتحانات تصوروها من 2006 الى الان يعني. بس يا ريت افتكر بس. فبيقول ايه الست عندها في ميل مش ميل، طب ما الكانسر اكتر في الميل، قال في ميل. عندها 28 سنة وكأنه بتكلم على واحدة معينة في مصر. ما هي راحت له فعلا، راحت أيامها ليه؟ ست عندها 28 سنة جاية ببين في تشيك وبعدين ودنت البين، راحت لدكتور السنان خلع لها الضرس ما ارتاحتش. بعد شهرين بدأ يجي لها رايت نيزل اوبستراكشن على نفس الناحية وإبستاكسس. والله لو انا ما هشك في كانسر. كان عايز يقول ايه؟ ساركوما. يا خبر اسود. السؤال كان عليه حوالي 25 20 30 مش فاكر. نزل ل 12 درجه ووزعوا الدرجات على بقيه الاسئله. معايا؟ سؤال غبي جدا وغلس جدا الحقيقه. هو بس خلاص كده الحالات خلصت؟ اه. الدايجنوزس، المانج انفستيجيشن والتريتمنت وهكذا. ما اعتقدش انه هيتكرر تاني، بس هو احنا انا كنت قايل لهم الراجل ده بتاع كانسر. على فكره الكانسر دي لها ناسها. يعني الكانسر ده لازم مش اي حد يشتغل كانسر. يعني الحقيقه لا كانسر سيرجري ولا كانسر علاج. لازم يكون واحد دماغه عاليه شويه. علاج الكانسر بيجيب احباط الحقيقه. التريتمنت بتاع الكانسر ماكسيلا. انت عمال تقول لي باد بروجنوزس باد بروجنوزس، يعني 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 مصير الورم ده ايه؟ هيموت؟ اه هيموت. اذا ما ينفعش سنجل موداليتي اوف تريتمنت، يعني ما ينفعش تفتح وتشيل الكانسر وتقول العيان روح. لازم تفتح وتشيل الكانسر وتحرق مكانه كومباينيشن. لا ينفعه جراحه بس ولا ينفعه راديوثيرابي بس، لازم كومبايند موداليتي سيرجري زائد اند مش اور. خلي بالك في الثروت احيانا هقول اور، هنا لا، سيرجري اند ريديوثيرابي. معايا دكتور جاد؟ طيب بس هو ان جنرال في طريقتين لعلاج الكانسر.
علاج انك تعالجيه ويخف خالص من الكانسر ده اسمه سيرجري كيوريتيف، انه هيبقى كيورد. وعلاج اسمه بالياتيف، بتريحيه لغايه ما يموت. هوبليس واحد جاي لك اند ستيج، تدي له بالياتيف تريتمنت. يعني ايه باليشن؟ يعني عنده وجع ادي له مخدرات، بتدي له مورفين يسكن له الالم، عنده نزيف اوقف له نزيف، عنده مش عارف ايه اوقف له ايه، لغايه ما ربنا ياخد بايده. اوبرا عايده، لو انت اتفرجت على تمثيليه بتاع التمثيليات اوبرا عايده عارفها؟ تمام. فاللي موتت الراجل بالفلكسيدين اللي هو حاليا الموت الرحيم بره، انت عارف الموت الرحيم تمام اللي هو باليشن. طيب كيوريتيف سيرجري وبوست اوبرتيف فيديو ثيرابي، مش 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 قول الجماعه الجابانيز اخترعوا حاجه بقى، بيعملوا صوب ليبيال انسيجن ويطلعوا يشيلوا حته كانسر من جوه المكسيلاري ساينس، ويجيبوا 5 فلورو راسيل اللي هي كيمو ثيرابي، ويحشوا الساينس بفتيله على شاش كده فيها كريم 5 فلورو راسيل، ويروح قافل بعد 3 4 ايام يشيل الفلاب ويشيل 5 فلورو راسيل، يلاقي التيشو ماتت يروح شايل التيشو الميته وحطه باك تاني ب 5 فلورو راسيل، بعد شويه يشيل لغايه ما العين يموت. اصل لغايه فين يعني؟ فهو دي ده كيمو ثيرابي بيبيوز. بالياتيف تريتمنت بقى، باليشن يا دكتور جاد اللي هي علاج اوبرا عايده، بين كيلرز اللي هي انالجيزكس تمام اللي هي بتدي له مورفين مخدرات تمام. بالياتيف سيرجري يعني ايه بالياتيف سيرجري؟ بمعنى داخل على النوز اشيل له جزء علشان ميزل كافيتي تسلك، يعني مش 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 الجراحه دي اللي هتخففه، لا ده انا مجرد بعمل دي بالك اللي هو بالك كبير بشيل جزء من البالك. بالياتيف ريديو ثيرابي وكيمو ثيرابي علشان اكشش الكانسر شويه، يقوم الالم يقل، اديه ريديو ثيرابي وكيمو ثيرابي وانا عارف ان ده باليشن. طيب ان بي حمراء، حمراء هي جاد، امتى تدي بالياتيف تريتمنت؟ لو عيان عنده ديستنت ميتاستاسيس، ايه قريش هتعالجي ايه ولا ايه؟ هتشيلوا له اللنج ولا الليفر ولا البون ولا البرين؟ انتهى الموضوع معايا؟ يبقى لو عيان عنده ديستنت ميتاستاسيس او عيان عنده انتراكرينيال اكستنشن، خلاص انتهى الوضع. لو انتراكرينيال اكستنشن انتهى، يعني هنا وهنا، يبقى شيلوا راسه. يبقى اذا هي دي الباليشن خلاص. يبقى بالياتيف تريتمنت انديكيتد في الاكستنسيف تيومر مع انتراكرينيال اكستنشن، يعني على فكره ده مش انتراكرينيال. طب دكتور ليه ما عملش جاما نايف؟ جاما نايف في الكانسر يمكن تعمل اريتيشن للسيلز ويجرو اكتر، انا مش بتاع كانسر. الثلاث اللي فات كان في حالتين كانسر داخلين. النايف بيبلغني بالليل، قلت له انا مش جاي لسه، بيجي لي احباط الحقيقه جدا جدا يعني تمام. كان ليا حالات ثانيه ما رحتش لسه علشان ما اشوفش الاحباط، لكن جاما نايف لا، اعتقد انها تعمل جروث اكتر للسيلز. معايا؟ تعالوا بقى ناخد السيرجري. انا دكتور اورام، واحده جايه لي كانسر بريست، المطلوب مني ايه؟ ما لقيتش عندها ديستنت ميتاستاسيس، يبقى كيوريتيف تمام؟ يبقى هشيل بريست وهشيل ليمف نود. على فكره الليمفاتيك سبريد مش كونترا اندكيشن، ما اديلهاش باليشن علشان ليمف نود، لا بشيل ليمف نود اللي هي هنا هسميها ايه؟ راديكال نيك ديسكشن. يبقى اذا واحده جايه لي بكانسر في المكزيلا اشيل لها مكزيلا وعامله ليمف نود سب مانديبولار، اشيل لها سب مانديبولار ليمف نود اللي هي راديكال نيك ديسكشن تمام. يبقى وبعد كده اديهم ايه؟ بوست اوبرتيف ريديو ثيرابي. يبقى فور برايمري تيومر، لو طلع من ميديا الاورف ماكزيلا، ميديا الماكزيليكتوم، بص الايد هنا طلع من ميديا الاورف ماكزيلا كده، اروح فاتح انسيجن هنا كده من الانر كانثس للاي اوف ذا نوز، سميته لاترال راينوتومي، فاكر؟ لاترال نوز اوتومي شق، ورحت شايله. واحد اسمه مور هو اللي اكتشف الانسيجن ده او اخترع الانسيجن ده، سميناه مورز لاترال راينوتومي. مورز لاترال راينوتومي ده اللي هو لاترال راينوتومي العادي معايا. طيب ده لو طالع منين يا دكتور ابراهيم؟ اصحى لو سمحت، من ميديا الاورف ماكزيلا. طب يا ابراهيم لو الكانسر ده طالع من ميديا الاورف ماكزيلا هتشيل ميديا الاورف ماكزيلا، سميتها ميديا ماكزيليكتومي، ركز معايا. طب ايه رايك لو ممتد لاترالي؟ امتد معاه ازاي؟ هات المقص، كلام مقرف قوي، وقص الشفه اللي فوق، كمل اللاترال راينوتومي، كمل جميله، قص وكمل الانسيجن على اللور اي ليد، هو هو اللاترال راينوتومي بس كملته.
واحد اسمه اوبر فرجسون اللي اتنين اوبر وفرجسون هما اللي عملوه. خد الانسيجن كده وقص الشفه اللي فوق بالمقص وراح فتح الوش زي الكتاب، لقى المجزلة شالها كلها بالسنان بالهارد بلد جنبك واحد بتاع تركيبات في العمليه شغال معاك يقيس المقاس ويعمل تركيبه مجزله بالسنان ويحطها مكان المجزله اللي انت شلتها وترجع الوش تاني. يبقى دي اسمها ايه؟ لو هو ممتد لاترالي امتد معاه لاترالي اللي هو انفولفنج المجزله. يبقى توتال ماكسيليكتوم الاولاني كان ميديال ماكسيليكتوم تمام؟ يبقى هفتح انسجن صغير لاترال اناتومي، لا ده امتد لاترالي يبقى توتال ماكسيليكتوم ثرو اوبر فيرجسون انسجن. فهمتوا معايا؟ طب يا دكتور لو كان جاي من عند السنان من هنا من تحت بس شيلوا السنان صاب ليبيا الانسجن وتكسروا الهارد بلد بالسنان بتاعته وتشيلها. طب ما انت خرمت معاك واحد بتاع تركيبات يحط لك هارد بلد بالسنان تمام؟ طقم يعني. يبقى اذا بلاتال ريسكشن اسمها ايه؟ مش انفيريور ماكسيليكتوم، اسمها بلاتال ريسكشن. يعني في حاجه اسمها ميديال ماكسيليكتوم، في حاجه اسمها توتال ماكسيليكتومي، لما تيجي لتحت يبقى اسمها بلاتال ريسكشن. تمام؟ تفتح من تحت الشفه، تكسر، تشيل، تركب. يبقى اذا بلاتال ريسكشن ثرو سبليبيال انسيشن. طب يا دكتوره ايه؟ بص لايدي بقى، لو واصل للاوربيتال بريوستيوم اللي احنا سميناه الاندوستيوم. لو تاتشنج الاوربيتال بريوستيوم او داخل انترا اوربيتال تعمل ايه؟ تشيل عين كلها. اوربيتال اكزنتريشن مش انكليشن زي بتاع الرمد، لا اكزنتريشن يعني تفضل عظم بالاوربيتال بريوستيوم بكل حاجه وتقص الاوبتيك نيرف وترمي كل ده وتحط له عين صناعيه. اذا اسمها اوربيتال اكزنتريشن، بتجيبها على الارض على العظم. تركيبات هيشوف يعني؟ لا طبعا شكل منظر نشوف ازاي تمام منظر اوربيتال اكزنتريشن خلاص. طب دكتور نفترض التيومر ده واصل الروف، مجرد الروف بتاع السكال اللي هي الروف بتاع النوز، اسف الروف بتاع النوز. قول لي يا ابراهيم لو وصل انتراكرينيال هتعمل له ايه؟ بالياتيف. بالياتيف ملوش محل من الاعراب هنا، انا بتكلم دلوقتي على كيوريتيف. طب لو واصل مجرد للروف اوف لانوس، ياه عمليه قذره جدا. رحت وانا مدرس مخ واعصاب، كان استاذ بعتني طبعا غصب عنك وانت صغير، اعمل عمليه معاه. بيفتح هو هنا من فوق كرينيوم وانا افتح من تحت فيشيال كرينيوم سكال فيشيال فيس، انا افتح تحت هو يفتح فوق، هو يزق من فوق وانا اشد من تحت تمام؟ خلصت العمليه. يبقى اسمها ايه؟ كرينيوم فيشيال ريسكشن. ده لو وصل لمين؟ لروف اوف ذا نوز. اما لو وصل انتراكرينيال شكرا بالياتيف معايا. والعين مات، والعين مات، كان دكتور مخ الاعصاب خبط الكافيرنس تمام؟ ربنا بالله يعني هو كنت بتقول حاجه تجيب احباط الحقيقه، حاجه تجيب احباط. يبقى لو وصل لروف اوف ذا نوز كرينيو فيشال ريسكشن، انا ما قلتش يا ريش لو انترا كرينيا، لو وصل مجرد وصل الروف اوف ذا نوز. طب والليمف نود شرحناها قبل كده وهنقولها تاني في اللاكس، بفضله كل رقبته من الليمف نود على نفس الناحيه لو هي ميتاستسايز اللي اسمها ايه؟ راديكال نيك ديسكشن. فاكر؟ راديكال نيك ديسكشن ايه؟ ما فيش ميتاستسايز في الليمف نود، ممكن تشيلها برضه. لا 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 هناخد الليمف نود والديتيلز بتاعتها في اللاكس. في ليمف نود ميتاستسايز انلارجد راديكال نيك ديسكشن. اصل هنا الليمفاتيك سبريد مش كومن 15%، يبقى تشيلها احتياطي ليه؟ العمليه ميجور يعني. في اللارنكس في حاجه زي اللي انت بتقوله ده هناخدها. طيب حصه غلصه النهارده انا عارف. لا هناخد نص حصه علشان نخلط، علشان نفضي نفسنا بكره الابستاكسس. الابستاكسس اهم موضوع في النوز، هسيب الابستاكسس لبكره. نخلص الابستاكسس يبقى كده بدأنا ثروت يوم الاثنين إن شاء الله. ونخلص المنهج آخر الأسبوع. اللي هو الأسبوع اللي بعد إيه؟ ثروت أهم حاجة؟ آه. أصعب حاجة. على فكرة الإير أصعب جزء. بس أنت فاكرها سهلة علشانك ما ذاكرتهاش.
ماشي. حاسة بإيه؟ الإير؟ على فكرة الإير تي لو أنت ذاكرته معايا إحنا عملنا نحكي قصص ونقول حكايات وبتاع. العادي يا دكتورة إيمان لو واحد برينفول عادي وكونشيوس المفروض يحفظ الكتاب ورايا ده المفروض لو ما فيش فوقه حاجة غير المذاكرة. معايا دكتورة إلاء؟ طيب سيس اوف ذا روز اند ذا ساينسز جينا للسيست. احنا خدنا سيست منهم يا ابراهيم ليكوسير ده كان سيست. سيستك اكسبانشن اوف ذا ساينس اوف ميوكاس دي تو ريستراكشر اوف ذا ساينس اوستيوم مش كده؟ طيب السيست بقى في حاجه اسمها ديرمويد سيست. لو قلت لي ايه الكومن سيست اول اوفر ذا بودي اقول لك ديرمويد. يعني ايه ديرمويد سيست يا ايمان؟ تفتكر يعني ايه ديرمويد سيست؟ لا مش هيماتوما. هيماتوما دي تروما. من الاكتئاب. بص بقى انا همثل لك تمثيل بسيط قوي. جسم الانسان مكون من نصين، نص يمين ونص شمال، وهما بيفيوز مع بعضيهم تمام. حته من الاكتئاب اتفعصت نزلت تحت، الاكتئاب بتاعها تفرز 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 وعملت سيست. واصل تمام؟ يبقى اذا حته من الاكتئاب نزلت تحت السكين وقعدت تفرز الكيراتين بتاعها. طيب الابيديرمويد الابيديرمال لير بس شطوره. الديرمويد هي كل ليرز اوف ذا سكين. يعني الابيديرمويد هي الديرمويد بس. لا الابيديرمويد ابيديرمال لير بس، اما الديرمويد ابيديرمس وديرمس. انتوا فاهمين الكلام؟ تمام. مش الكلام ده يا ولاد خدتوه باثولوجي؟ في ابيديرمويد في ديرمويد في تيراتويد. يعني بالتدريج فهمتوا كلام؟ يعني الديرمويد كل الاكتوديرم؟ كل ليرز اوف اكتوديرم، نعم. نعم. ديرمويد سيست ده حالات لذيذة قوي. مسجل فيديو لكذا، أصل ده أطفال. فعلشان تخصصي فالحقيقة مسجل كذا حالة هنا فيديو حالة جميلة قوي. لدرجة كل ديرمويد لازم أطلع منه شعر. ما هو سكين. فلما بطلع الشعر ده برتاح نفسيا جدا، أول ما أفتح السيست وألاقي جواها هير بيبقى حاجه مريحه جدا. التيراتويد طبعا جواه شعر واسنان وعظم وهكذا، ده تيراتويد. الديرمويد سيست او النيزل ديرمويد، النيزل ديرمويد بتيجي على الميد لاين اوف ذا نوز. سيبك من الاي ام تي دلوقتي، كله يجي في الميد لاين اوف ذا نوز. هل ده كلام مع الامبريولوجي اللي احنا درسناه؟ ده اجنس الامبريولوجي اللي احنا درسناه. علشان كده الامبريولوجي اللي احنا بندرسه ممكن يبقى غلط. لما الديرمويد يجي في نص النوز ده مش جانكشنال اريا. انت عندك فكره ان الوش بيبتدي بفرونتونيزال بروسيس وماكسيلاري بروسيس ومانديبولار بروسيس، فاكرين الشكل ده؟ كونه يجي في النص هنا يبقى الامبريولوجي بتاعنا ده غلط. ازاي جه هنا؟ انت قلت لي الديرمويد يجي عند اللاين فيوجن وحته اكسوديرم تقع، المفروض الديرمويد يجي هنا. لا بيجي في الميد لاين اوف ذا نوز. علشان كده ده اجنست الامبريولوجي. ده حته ليه كده؟ إذا هو ميد لاين على الدورسال اوف ذا نوز. للأسف الشديد sometimes بيكومينيكيت انتراكرينيالي بدكت. ياه ياه لما تفتح طبعا انت ما بتفتحوش كده. sometimes rare بتفتح يوجوالي من تحت وتقعد تسلخ لغاية ما يطلع له فوق علشان ما يبانش سكار، وتلاقي السيست ليه دكت طالع انتراكرينيالي وتقعد تمشي معاه تمشي معاه تلاقيه دخل في الفورمن سيكا، تبقى مشكلة وتفضل تدسكت لغاية المخ. يبقى it may be has a connection للمخ. يبان لك يعني الكونكشن بتاع المخ ده بتعرفه ازاي؟ ببري اوبريتيف سي تي. لازم بري اوبريتيف سي تي بالصبغة كمان. اكسجن اوف ذا سيست وذ اتس تراك. لو انا شلت السيست ده وتخيلت انك خلصت المشكلة هترجع تاني هتركب لانك سايب الفايبرس تراك. معايا؟ هيعمل سيست تاني. لان جواه اكتوديرمال تيشو. المشكله في السيست ده ان عامل سويلنج، ده نمبر 1، ان كل شويه يحصل له سكندري انفكشن ويفرقع. لا ده مشكله. معايا؟ ما اعرفش انا حاطط لك صور هنا ولا لا. اهو ده كان واحد جاي لاترال، اهو لاترال ما كانش ميد لاين بس ده مش كومن. وانا بشيله لقيت الفايبرس تراك واصل انتراكرينيال. الفايبرس تراك اهو يعني السيست اهو والفايبرس تراك اهو. معايا؟ واصل انتراكرينيال. كانت حاله لذيذه جدا. لذيذه؟ طبعا لذيذه يا ولاد ان انت بتعمل اتشيفمنت. ما هي دي موضوع الطب.
لو انت ايدك بتترعش اقعد في ايدكم. مش كده يا ابراهيم ولا ايه؟ اودونتوجينكسيست. اودونتومز يعني ايه يا احمد؟ سنان. يبقى ده سيست طالع من السنان. خدنا واحد النهارده ادم انتنوم سيستك ديجنريت. حتى من غير سيستك هي عباره عن مالتيبل سيست تمام اللي بتعمل ايه شيل كراكين. ده في اول المنهج في النوزيا دكتور قريش خدنا دنتجرس ودنتال سيست وقلت لك هنقول فرق بينهم. دنتال ودنتجرس سيست. ايه الدنتال سيست ده؟ بامانه الدنتال سيست ده عباره عن واحد عنده تسوس في ضرسه. ضرسه اهو مسوس والعظم بتاع المندبل او المكسيلا اهو. التسوس ده نزل لتحت راح عامل سيست حوالين جدر السنه. بقت السنه دي ميته مسوده او مزرقه. وتحتها سيست اهو السنه ميته اهي وتحتها سيست. ده الدنتال. جت منين كلمه دنتال؟ من دنتال كيرس تسوس سنان. دنتال يعني دنتال كيرس تسوس سنان. فالانفكشن السوس ده اللي هو الانفكشن نزل عمل سيست. طبعا ده يا دكتور احمد يتشال السنه لانها بايظه ميته كده ولا كده ويتشال السيست يتكحت الول بتاع السيست معايا يبقى يتشال هو وسنته. طب علشان الدنتال كيرس يعمل لي سيست لازم بقى له سنين وبالتالي في الادلت معايا بتحصل حوالين الروت اوف انفكتد توث اكس راي او سي تي هتبين لي السنه الميته والروت عليه سيست. التريتمنت اشيل هو وسنته لان سنته ما عادتش نافعه تمام. نيجي بقى للدنتجرس. ممكن مفيش اكل يخش جواها لو العظم مخروم من هنا ودي مشكله ممكن يحصل سكندري انفكشن. لا هو السوس سده بس ممكن يحصل ويبقوا استومارايتس كمان. طيب خليني اسالك سؤال يا احمد. دينتجرس ايه الفرق في التعبير بين كلمه دينتجرس ودنتال؟ اللي هي ايه بقى؟ تعود على كلمه جينيسز. دينتج جينيسز. جينيسز يعني ايه؟ تكوين. التكوين ده هيبقى في الاطفال ولا كبار؟ اطفال. يبقى التكوين كان غلط يبقى يحصل في الاطفال. السنه بدل ما تطلع كده وتظهر من المندبل او تنزل كده من المجزله طلعت بالعرض بالعرض ده وبليك فمدفونه مدفونه جوه عظم المندبل او جوه عظم المجزله. ايه ده؟ السنه مدفونه ما ظهرتش من الجم ما حصلهاش ايرابشن ما ظهرتش. طب ما حصلهاش ايرابشن وفضلت مدفونه جوه العظم معناها فورم بودي جوه العظم. ما هي فرن باضي لان المفروض تطلع فكونت سيست حواليها وهي مزروعه مدفونه جوه العرض. يبقى التكوين كان غلط. جينيسيز يبقى مور كومان تشيلدرن تحصل حوالين الان ايرابتد توث. يبقى لو جيت اعمل اكس راي او سي تي هلاقي السنه وحواليها السيست. دكاتره السنين لما بيجوا يعملوها بينكحتوا السيست ويريدايركت السنه. الحقيقه شطار في كده. احنا لما بنيجي نعملها بنشيل السيست هو وسنته. احنا مالناش في السنان. سيست جوه سنه بروح شايله هو وسنته. هما بيعملوا ريدايركشن. يبقى ده بالنسبه للتريتمنت. يعني الحاجات دي مكانها في اسنان ولا مكانها برضه في الساينس. يعني دكتور اسنان ده بعضهم جراح اللي بيشتغل منهم كويس معايا وغالبا احيانا بيطلبك معايا. يبقى اذا ده بالنسبه للدنتجرس حرف الجي جينيسز اما دي دنتال كيرس. فهمت حاجة يا آلاء؟ نيجي بعد كده نون اودونتوجينيك مالهاش دعوة بالسنان. نيزو بلاتاين سيست. إيه العلاقة بين النوز والبلد؟ فورة من هنا ورا السنترا انسايزو كان اسمها إيه؟ انسايزو فصة. يجي منها السيست. ما هو نيزو بلاتاين. نيزو بلاتاين تمام؟ فيجي منها السيست بعدين بالسنترا انسايزو. تمام؟ طيب نيزو الفيلار. ايه هي الالفيلاس او الليب نيزو ليبيان؟ بص نيزو ليبيان نيزو ليبيان يجي هنا. تعرف ايه هو نيزو ليبيان سيست او نيزو الفيلار سيست؟ ما بين النيزو والالفيلاس اهو هنا. هو عباره عن النيزو لاكريمال داكت وسيل سيبريتد منه وعملت سيست. عارف النيزو لاكريمال داكت بتاع الدموع؟ تمام؟ وسيل سيبريتد منه وعملت سيست. خلاص؟ يبقى ده بالنسبه للنان اودنتوجينيك مالهاش دعوه بالسنان. واخيرا ميكوسين. اقرا لي السيست بسرعه قبل ما ناخد الكونجنتال ماسس.
اودونتومز نعم اللي هي اوريجينيتنج من الدنتال لازم من السنان. دكتور هو معلش مكان ده هتاخد موضوع كبير في الجراحه اسمه اودونتومز اللي هي التومر اللي طالعه من السنان. مكان النيزو بلاطين والنيزو البيلار فين؟ النيزو بلاطين يعني ما بين النيزو البلاط الجنكشن الكونكشن ما بينهم هي الاتسايس الفصه يبقى ده النيزو بلاطين. اما النيزو البيلار ترجم الكلمه نوز البيلاس نوز البيلاس او نيزو ليبيا اللي يبقى هنا ما بين نيزو ليبيا يعني نيزو ليبيا الفرد يعني. دكتور لا وواحد سنته حواليها سيست والتاني والسنه ميته سنه نيكروتيك يعني. ازاي نيزو ليبيا بترفع القلق في النيزو؟ ازاي؟ ده نيزو ليبيا لازم ترفع القلق مش هي طالعه هنا ما بين النيزو والليب فهتعمل سولينج في الجلد كله بما فيها ده وده يعني هترفع دي وهترفع دي. دكتور هو الفايف ستريب بتاعت المايسيس ده يبقى انكونكتد فين؟ ولا هيعمله فين؟ هنتكلم. هو ده كونجنتال. هنتكلم حالا. تمام؟ الكونجنتال نيزال ماسس، ايه الكونجنتال نيزال ماسس؟ قلت لي النيزال ديرمويد هي دي سيست بس هتجي لك كماس تحت الجلد. سيست بتطلع في الميد لاين اوف ذا نوز. الواد ده عنده جلايوما مش ديرمويد بس هي تطلع في الميد لاين اوف ذا نوز معاه ممكن يبقى لها فايبرس كونكشن بالانتراكرينيال كافيتي ازاي؟ السيست اهو تحت الجلد معايا وتلاقي فيه فايبرس تيشو طالعه 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 خرمك كريبريفورم بليت اللي عند الفورامين سيكم ورا كريستا جالي يعني وتروح طالعه يبقى لها فايبرس كونكشن فوق يو هاف ان انت تشيل ده وتشيل كل الفايبرس تراك ده لغايه فوق والا تريكير معايا؟ يعني هو لو مثلا من النص كده اتعمل بالليزر برضه وتشال الحته اللي تحت كلها ما بتشالش بالليزر اصلا هيتشال بالليزر ازاي؟ ده جلد او كوتورايزيشن لو شلت الحته دي والحته اللي فوق قبل ما ندخل انتراكرينيال برضه ممكن يرجع كلها تاني؟ لا بيرجع فوق لازم تمشي وراه لغايه ما تلاقي برين تيشو عاديه لازقه فيه يبقى هو هنا خلص. وحتى لو رجع فوق بيبقى خطر؟ طبعا هيكون سيست فوق انتراكرينيا تمام؟ يعني فرق بين ده وبين الديرمويد سيست عادي ده كونجنتال بس هو ده كل حاجه ما هو كل الديرمويد نوعين يا كونجنتال يا اكواير. اكواير ده لو انا بعمل سكين انسيجن وحته من السكين وقعت تعمل لي سيست اللي هي بيسموها بلانتيشن ديرمويد تمام؟ يا اما ده يجي هنا ده يجي هنا يجي هنا بيجي في حتت كتير في الجسم بس احنا بتوع ان تي فنيزل ديرمويد هو الكومن عندنا في الرقبه هقول لك في ميد لاين ديرمويد في النك تمام؟ لكن هنا الخطوره في النوز يا دكتور امجد ان ممكن يبقى له فايبرس كونكشن بالانتراكرينال كافيتي علشان كده لازم اعمل بري اوبتيف سي تي. الانكفالوسيل يعني ايه يا اولاد انكفالوسيل؟ حته من البرين تيشو عمل التكيس سيل يعني انكفاله اللي هي سكال برين فالبرين تيشو هرنييتد حته من المخ هرنييتد جوه النوز يا كان في ديفكت في الروف بتاع النوز كريبريفورم بليت والديورا هرنييتد ونزل برين تيشو سميتوه منينجو سيل لو هو المنينجيس بس وهو سي اس اف سميتوه انكفاله سيل لو هي برين تيشو سميتوه مرنجو والكفاله سين لو مرنجيس وبرين تيشو. علشان كده يقول لك ايه؟ اوعى طفل صغير جاي لك بنيزر بولب تشدها اتمي بين كفاله سين لو شدتها يجي لك سائل ليس له لون سي اس اف رايوريا كونترا اندكيشن معايا؟ هرنيشن اوف انتراكرينيال كورتين ثرو ديفكت في السكال. طبعا الكفاله سين ممكن تحصل هنا ممكن تحصل هنا ممكن تحصل هنا بس احنا بتوع نوز فهنقول انكفالوسيل عن طريق النوز. للاسف الشديد الانكفالوسيل بتمنتين بيتنت دكت مع الانتراكرينيال كافيتي. بيتنت كوميونيكيشن مع السب اركنويد سبيس. ازاي يعني يا دكتور صلاح مع السب اركنويد سبيس؟ الولد لما يعيط ويحزق يحصل ايه؟ تكبر وانت بتبص على النوز كده الولد يعيط ويحزق تلاقيها اتنفخت من الحزق. الانتراكرينيال تنشن بيزيد معاه
حالات لذيذه جدا الحقيقه، عاملين بحث في كذا حاله وناشرين فيديو على النت ليها، بس ما مش منشور البابليشر هو اللي عامله وتابعه، مش يعني بينزل بالفلوس يعني. هيبان كنيسه الماس بالستايل. هو ليه بالستايل؟ لان الديوره بتبالسيت، ده العادي. مش فاكر الاكسترا ديورال ابسس؟ العادي ان الديوره بتبالسيت، يبقى بالستايل كومبريسابل، لو ضغطت عليه يصغر، اسيبه يرجع تاني، بتكسباند وذ كراينج بالحزم. سهل الكلام. هو عيبه ايه يا دكتور ابراهيم؟ انه له بيتنت انتركرينال كوميونيكيشن. تمام. الجلايوما بقى ايه الفرق بينها وبين الانكفالوسيل؟ بص الايدي بقى، هي انكفالوسيل، ولكن اللي حصل ده قفل فايبرس تيشو، البرين تيشو بقت في النوز، وفي يا اما مفيش، يا اما مفيش فايبرس تراكت، يا في فايبرس تراكت بس مقفول، نو بيتنت كوميونيكيشن، بيلوس البيتنت كوميونيكيشن مع السبراكنويد سبيس. يعني اذا الجلايوما، على فكره انتوا خدتوا الكلام ده قبل كده، الجلايوما هي هي الانكفالوسيل بس مالهاش بيتنت كوميونيكيشن، يعني هي برين تيشو جوه النوز، حته من المخ انفصلت جوه النوز ومفيش كوميونيكيشن، يبقى مش كومبريسبل، مش بتكسباند مع الكراين، انت فاهم؟ مش بالستايل، ما عندهاش انتراكرينيال كوميونيكيشن. فاهم يا صلاح؟ في كل الحالات لا تشيلها لازم. هقدر اشدها بقى عادي صح؟ وتشدها ليه؟ ما تعمل لها جراحه طالما شخصتها، ممكن تاخد منها بايوبس وتقصر. لكن لازم يتشال، هو ده تيومر يا جماعه، الجلايوما ده تيومر وعمال يكبر. معايا؟ يبقى الجلايوما ده تيومر ولكن برين تيشو. معايا؟ في جميع الحالات لازم كل ده يتشال. حتى الانكفالوسيل بتشيله وتعمل ريبير. صلى الله. هو انه اصعب الانكفالوسيل طبعا. هم زي بعض بس في بيتنت كبيره ولا دول مختلفين؟ ايوه زي بعض بالظبط، زي بعض بس مفيش بيتنت كوميونيكيشن. الانفستيجيشن بتاع كل الكونجنتال نيزال ماسز سي تي وز كونتراست اند اور ام ار اي. بصوا على الام ار اي اللذيذ ده، دي كانت نيزال ديرمويد، هل لها انتراكرينيال كونكشن؟ دي السي تي بيبقى باين لها محسن، وده الام ار اي، شوف الفرونتال لوبس، ده السيست اهو، شايفه؟ ديرمويد سيست، ملوش كونكشن، ده طبعا لو في فايبرس فيش كونكشن كان بان في الام ار اي. معايا؟ فدي تشيلها بسهوله جدا، مفيش اي ديفكت، العظم سليم. هي دي انا فيهم. الايه؟ دي هي دي. لا يعني دي كانت ديرمويد، دي كانت ديرمويد. بنقول ان مفيش كونكشن. تمام؟ طيب، دكتور التريتمنت سيرجيكال ريموفر اوف ذا ماس. مع الكونكشن بتاعه واعمل ريبير لو احتجت. ما بتحتاجش غالبا مخ واعصاب معاك. المساله ما بتبقاش صعبه قوي على فكره. يعني انت متخيل ان المساله هوربل و لا 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 ما بتبقاش صعبه. هو بس الابروتش بتاعك اللي صعب. لكن وانس وصلت خلاص انتهت. يعني مجرد ما تقصها انتهت. الانكفالوسيل بتحتاج تاخد فشيالاتا وتعمل ريبير للديورال ديفكت. معايا؟ هتاخدوا ريست قد ايه؟ هي الساعة 9 ل 10. ايه؟ احنا مش هنقعد كتير. خليها 10 دقايق عشان نمشي بسرعة، يعني نبتدي 9 دقايق. حاضر 10 دقايق. ربع ساعة، 9:05 هنبتدي على ساعة الكمبيوتر، 9:05.